مساكم الله بالخير مشاهدينا ومتابعينا في القناة الرياضية الكويتية، راح فيكم وحياكم الله معانا من هذا الاستديو التحليلي لآخر يوم في الدور التمهيدي للبطولة العربية لأندية أبطال الدوري والكأس 39 المقامة عرض دولة الكويت من تاريخ 16 إلى 26 9. اليوم ختام الدور التمهيدي، اليوم خلاص تبين ملامح الفرق وترتيبها مثل ما ذكرت طبعا بالسابق أن هناك مجموعتين، كل مجموعة تضم 5 فرق، 10 فرق شاركوا في هذه البطولة. كل مجموعة راح يتأهل الأول والثاني والثالث والرابع. 8 فرق يتأهلون، 4 من المجموعة A و4 من المجموعة B. الأول من المجموعة A راح يلعب مع الرابع من المجموعة B، والأول من المجموعة B راح يلعب مع الرابع من المجموعة A، والثاني يلعب مع الثالث، وأيضا ثاني المجموعة يلعب مع ثالث المجموعة. بعدها يتم تأهيل الفرق إلى نصف النهائي. اليوم ملامح الفرق تبين، 4 مباريات راح تحسم من هو صاحب المركز الأول والثاني والثالث والرابع. طبعا اليوم أيضا عندنا 4 مباريات خلال هذا اليوم الأول راح نسولف فيها إن شاء الله بعد شوي، بس لكن خلونا نرحب بالبداية في المحللين والكباتن المتواجدين معي راح يحلون. كابتن اسماعيل عبد القدوس، ابو احمد كل عام بخير ومساك الله بخير وحياك الله. مساك الله بخير ابو عبد الله والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ورحب باخوي العود نايف الرندي. مسيو ابو احمد. مسيو تو. اثنين بس. حياك الله يا ابو احمد، ايضا رحب في محللنا الفني الكابتن نايف الرندي ابو عبد العزيز، مساك الله بخير وحياك الله وكل عام بخير والحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا ابو حسين والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ورحب فيك ورحب بالنجم الكبير اسماعيل عبد القدوس ابو احمد، ان شاء الله يكون هذا اللقاء مثري للمشاهدين بما تحمل الكلمه من معنى. حياك الله يا ابو عزيز. طبعا مثل ما ذكرت اليوم 4 مباريات بدت، بدا اليوم بمباراه الاولى اللي جمعت الغرافه القطري والحجد العراقي. اول مباراه طبعا اللي انتهت قبل شوي هذه نتيجتها 37 الغرافة الحشد العراقي 29. بذلك طبعا الغرافة خلاص تصدر هذه المجموعة، راح نتكلم ان شاء الله بعد شوي فيها. بعد هالفوز خلاص الغرافة هو صاحب المركز الاول. عندنا ايضا 3 مباريات راح نكون معاكم ان شاء الله فيها. المباراة القادمة راح تجمع السالمية والكويتي طبعا والكرخ العراقي الساعة 4، تليها مباراة القادسية الكويتي ومليحة الإماراتي الساعة 6، وطبعا آخر مباراة الكويت الكويتي والأهلي القطري الساعة 8. هذه مباريات اليوم اللي راح نختم فيها الدور التمهيدي. باكر أكيد عندنا راحة وبنشوف معاكم أيضا. أمس كان عندنا مباريات راح نشوف نتائجها معاكم على الشاشة. هذه نتائج الأمس طبعا، الأهلي القطري فاز على القطن اليمني 48-23، والبنك الأهلي المصري على مليحة الإماراتي 34-22، والقادسية والحجد انتهت بالتعادل 28-28، والكويت تغلب على الكرخ العراقي 33-28. كابتن اسماعيل، انت قلت اخوي الكبير يعني هو اكبر منك صح؟ صح؟ اوكي اوكي على ما بنسولف في ابو عزيز، عندك تعليق على نتائج الامس ومجمل البطوله بشكل عام باختصار يعني؟ لا بالعكس، يعني كل النتائج يعني كلها كانت متوقعه، تقارب الاهداف كانت، يعني ما كان فريق يفوز فريق ثاني بفارق اهداف كثير باستثناء الفريق الاماراتي. لكن المباراه المهمه كانت مباراه القادسيه والحشد العراقي اللي انتهت بالتعادل، وكان القادسيه متفوق في فارق 3 اهداف تقريبا، لكن الحشد العراقي استطاع ان يحقق التعادل. والهدف الاخير اللي كان عليه اكثر من علامه استفهام ان الكره دخلت عبرت الخط او لا. فاعتقد مباراه القادسيه والحشد العراقي كانت من اقوى المباريات اللي امس لعبوها. مستوى العام للبطولة عبد الله يعني مستوى مو ذاك العالي، لكن مستوى يعني جيد جدا، انا اقدر اقيمه. المباريات كانت قوية، والنتائج لما طالع المجموعات اللي تفضلت عرضتها تو حضرتك،
ان كل النقاط متقاربه، يعني 5 4 4 6 4 متقاربين النقاط، يعني اي مباراه اليوم خساره او فوز تغير ترتيب المجموعات بنيه حق هالامور. نعم. ابو احمد كابتن اسماعيل بشكل سريع عندك تعليق على المباريات مجمل؟ مثل ما قال عبد العزيز هي مباراه الاخيره بين القادسيه والفريق الحجد، وهي كانت اقوى مباراه ومميزه، بس هي ترى انتهى الوقت، احنا قاعد نطالع الوقت بالضبط، انتهى الوقت مع قبل صفاره الحكم الثواني الاخيره، هي الكره هو الخلاف مو على الوقت ابو احمد، عبرت الخط ولا لا؟ هي كانت 59 شاتها، انا شفتها على الثواني عبد الله صح؟ تصلح لي عبرت الخط ولا لا؟ خط المرمى الكره حطيناها امس مع مع التايم اي طلعت من ايده 59 اي 59 أيه. بس قبل لا توصل الجول أيه. عشان صارت عبرت الخط، قانون كره اليد لازم تدش الجول قبل لا هذا خلص الوقت، الحكام ما عبرت الخط لما وصلت 30 عشان كذي قاعد اتكلم. نعم. عشان التايم مو عشان. نعم. عبرت، بس المباراه هي كانت من القادسيه مثل ما قلت، كان ممكن القادسيه كان يفوز المباراه، بس فريق الحشد انا يعني قاعد اشوف فريق العراقيه عموما ترى عبد الله، فريق الحشد وكرخ من الفرق المميزه صراحه. الحشد اعتقد اليوم كان يعني الحصى الاسود في البطوله يعني من خلال ما قدمه، واعتقد فريق قادم بقوه من خلال المحترفين، استقطاب المحترفين لاعبين العراقيين. قبل اروح للترتيب بروح لزميلي مشاري المنصور في ارضيه الملعب لاجراء لقاءات ما قبل مباراه السالميه والكرخ العراقي، تفضل مشاري. شكرا زميلي عبد الله وضيوفه الكرام مع اداري الكرخ العراقي حمودي ناصر حتى نعرف اخر استعداداتهم لمباراه اليوم ان شاء الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، استعداداتنا جيده حقيقه، احنا اليوم عازمين على الفوز، لان بتعرف اليوم فوزنا على ان شاء الله على فريق السالميه راح يخلينا بالترتيب الثاني. احنا عازمين، نعم خسارتنا امبارح مع الكويت الكويتي كانت نقول طبيعيه جدا، احنا هدفنا هو بلوغنا للدور الثاني والحمد لله وصلنا للدور الثاني، بس احنا عازمين اطمح اريد اكثر بعد ان شاء الله نتهلى الدور المربع ذا بخلال تجاوز تخطينا منتخب العفو نادي السالميه الكويتي ان شاء الله. كل التوفيق كابتن، شكرا. وحسين التميمي اداري نادي السالميه حتى يعرفنا على اخر استعدادات وهل في اصابات اخوي حسين؟ لا الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ماكو اصابات، واستعدينا حق فريق الكرخ العراقي، فريق يمتلك وينجات ممتازين، يمتلك خط خلفي ممتاز، يلعب بالفاست بريك، معدل اهدافه من الوينج الى الخط كامل لما ترجع للوينج الثاني يجول من كل مكان، واحنا محضرين له ان شاء الله نقدم شيء يليق بنادي السالميه باذن الله. ما تعودنا عليكم، كل التوفيق كابتن حسين. هذه كانت رسالتي من ارض الملعب استاذ عبد الله، لك المايك. شكرا مشاري، ويمكن سمعنا حديث الكابتن حمودي، طبعا هدف الفريق البلوغ للدور الثاني والهدف تحقق، الان طموحهم بالحصول على مركز ثاني واللعب للدور قبل النهائي. هذا كان تصريحه ما قبل مباراه السالميه. اذا الترتيب جاهز احمد والشباب، اوكي بنشوف الترتيب كباتن على اساس نبني عليه اليوم القراءات اللي بتصير او الاحتماليات اللي راح تكون في ترتيب الفرق. هذه المجموعه الاولى، الكويت طبعا هو المتصدر بست نقاط، السالميه باربع نقاط، الاهلي القطري بثلاثه، الكرخ العراقي ثلاثه. فالان هي الحسبه في حال الان مباراه السالميه الكويتي والكرخ العراقي. في حال فوز السالميه راح يصير سته، راح يصير مركز ثاني. ايضا في حال فوز الكرخ العراقي راح يصير خمس نقاط، ممكن يصعد ايضا الى المركز الثاني. كابتن اسماعيل صح، حتى فريق الاهلي القطري بعد عنده مباراه مع الكويت مع الكويت، احنا نقول يعني ما تدري شو المباراه شو تصير، بس مثل ما قلت فريق الكرخ فوز اليوم راح يكون مركز هو مركز ثاني، فوز السالميه راح تكون هو مركز الثاني، يعني لازم الفريق السالميه فريق الكويت لازم اليوم يقدم يفوز اساس يلعب مع الثالث من المجموعه الثانيه. ايضا في حاله تعادل، اذا تعادلوا الكرخ بيصير اربعه والسالميه بيصير خمسه. لا الفوز، انا اعطيك احتماليات فوز وتعادل، بس الفوز هو الفوز الفرق الوحيد حق الكرخ على اساس يصير مصعد ثاني، يصعد للمرحله الثاني. خسارته او تعادل راح يكون طبيعي راح يكون هو الثالث. اوكي منطقيا ابو عزيز، احتماليات السالميه والكرخ وايضا الكويت هناك والاهلي القطري. بناء على عبد الله المباريات اللي شفناها بدايه البطوله الى امس، يعني الكويت اعتقد انا راح ياخذ العلامه الكامله بناء على المستوى اللي قدمه لاعبي الكويت. الاهلي القطري
يعني ما اعتقد راح يظل على ثلاث نقاط احتمال، طبعا هذه كلها احتماليات. نعم. مو راي سديد. السالميه والكرخ يعني انا وجهه نظري السالميه فنيا من خلال المحترفين اللي عنده اللي جلبهم لهذه البطوله ممكن يفوز اليوم على الكرخ ويحصل على ست نقاط وياخذ المركز الثاني او الاول مؤقتا. فاعتقد ان حسابات واضحه لكل الفرق، لكن هم كل الفرق تحسب من تلعب معاه من المجموعه الثانيه، يعني هم ينتظرون الحين المجموعه الثانيه من يعني يبارون من يلعب مع منه. يعني السالميه ممكن يفوز يلعب مع الغرافه، ممكن يلعب مع البنك الاهلي، فالهني مثل ما قال المدرب. لا السالميه اذا فاز خلاص ما يلعب مع الغرافه. السالميه اذا فاز، لا اذا ما فاز انا اقصد، حتى اذا ما فاز اي الغرافه الحين، مو الغرافه قصدي البنك الاهلي، انا عفوا البنك الاهلي اربع نقاط، اذا فاز يلعب السير الثاني يلعب مع الثالث، الغرافه الحين صعد الاول الحشد الثاني ماشي، البنك الاهلي اربع نقاط. فاعتقد ان كل حسبتهم يعني مو واضحه لكل الفرق، لكن اتمنى احنا الحظوظ الافضل للفرق الكويتيه في هذه البطوله ان شاء الله. سوي عبد الله ممكن فريق الاهلي القطري يكون الثاني، يكون ثالث، يتم الثالث بخساره الكرخ، يكون الثالث طبيعي او مكانه، يعني خساره الفريق الكرخ او فوزه لا راح يطلع فوق، خسارته راح يكون نفس النقاط والاهداف هو فارق اساسا على فريق الكرخ. شلون يصير الثاني؟ هو الحين ثالث بالجدول بالثالث حسب الاهداف، يصير خمسه اذا فاز، اذا لا انا يعني قصدي خساره الفريقين. شو خساره الفريقين؟ يعني الاهلي والكرخ ما يصير ثاني، مو ثاني ثالث، ثالث التمين. الثالث يتم على نفس الجدول اللي الموجود عندنا، راح يكون الكويت السالميه، الاهلي القطري، والكرخ. بس اذا تعادلوا بالنقاط هم متعادلين بالمباريات، كان الاهداف الاهداف اي المباريات المواجهات متعادلين. اوكي انزين، هذه طبعا المجموعه اللي يمكن تكلمنا فيها وشفنا ترتيب الفرق. المجموعه الثانيه جاهزه شباب؟ اوكي خلينا نشوف المجموعه الثانيه قبل، يعني بنتكلم فيها قبل المباريات. هذه المجموعه الثانيه الان، الغرافه خلاص هو الاول بست نقاط، الحشد العراقي بخمس نقاط، وايضا البنك الاهلي المصري باربعه، والقادسيه ثلاثه، ومليحه صفر. خلاص نستبعد مليحه، تبقى مباراه القادسيه الاخيره اليوم مع مليحه الاماراتي، في حال فوزه يصير كم؟ يصير خمسه. حتى الاهلي البنك الاهلي استبعد لانه خلاص مبارياته كلها عنده اربع نقاط. اي يعني فوز القادسيه اليوم راح يكون الثاني، او الحشد راح يكون بالاهداف، نسبه الاهداف هي بتبين بينهم، يعني هنا عليه 82 لا عليه هني 3 والقادسيه عليه 76، يعني راح يصير بينهم بالاهداف، يعني اذا فوز اليوم القادسيه راح يكون المركز الثاني. اوكي عموما يعني شوف هذا الترتيب الفرق، كل الامور راح تبين في نهايه هذا اليوم من سيكون في المركز الاول او الثاني او الثالث والرابع، لان هي يعني نتائج، وعلى ضوء هذه النتائج راح تحدد الفرق بشكل كبير، هل هناك تعادل خساره فوز، فما نقدر نحكم يعني الا توقعات هي بالنهايه، لكن بعد نهايه هذا اليوم راح نعرف منو الاول والثاني والثالث والرابع. اوكي مباراتنا الاولى اليوم اللي راح تجمع السالميه الكويتي والكرخ العراقي. السالميه مثل ما ذكرت يدخل هذه المباراه باربع نقاط، وايضا الكرخ العراقي بثلاث نقاط. راح نشوف التقرير الخاص في هذه المباراه. اليوم الأخير من الدور التمهيدي في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس في نسخة 39، حيث يلتقي السالمية بناظره الكرخ العراقي على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم. السالمية حقق أربع نقاط من فوزين وخسارة، فكسب أمام الأهلي القطري والقطن اليمني، أما الخسارة فقد مني بها الرهيب من أمام حامل اللقب الكويت. وقد ضمن السالمية التأهل إلى الدور الثاني من البطولة العربية، وفي اللقاء اليوم يسعى إلى تحقيق الانتصار الثالث له في منافسات المجموعة الأولى، والمضي قدما نحو اعتلاء مركز متقدم في المجموعة
وانتظار ما تؤول عليه باقي نتائج المباريات الأخرى من اليوم الأخير في الدور التمهيدي. في المقابل فريق الكرخ العراقي لديه 3 نقاط من الجولات 3 السابقة من خلال فوز وتعادل وخسارة، ومباراة اليوم حاسمة للكرخ لتخطي عقبة السلمية وتحقيق الانتصار الثاني له في البطولة العربية التي تشهد مباريات كبيرة وممتعة من الأدوار التمهيدية، حيث يصعب التكهن بنتيجة المباريات لتقارب مستوى الفرق المشاركة. إذن سالمية والكرخ العراقي، كابتن إسماعيل قراءتك لهذه المباراة، مباراة مهمة للفريقين، هل ستكون جزء يمكن كالعادة نقول حراس لهم دور كبير في هذه المباراة، عبدالعزيز الضفيري وأحمد مكي حارس الكرخ؟ يعني لما نتكلم عن عبدالعزيز الضفيري ما شاء الله، يعني كان أنا أتوقع هو نجم بالبطولة، يعني شال مباريات أكثر مباريات ويا السالمية. هو المباراة راح تصير بين حراس، عبد الله تكون بين حراس أكثر ما تكون بين اللاعبين، بس الحراس راح يكون هو الفارق بينهم، ما راح تكون الحارس اللي صد أكثر هو راح يكون هو الفوز. أوكي يعني. كابتن توقع السالمية يعني. كابتن نايف بشكل سريع الفريقين. مباراة عبد الله السالمية والكارك أعتقد كفة السالمية من ناحية المحترفين أفضل، من ناحية الملعب والجمهور كل مساندة للسالمية، إضافة إلى مثل ما تفضل أحمد إلى وجود عبد العزيز الضفيري في حراسة المرمى اللي يصدي يمكن 30 تصدية جاب المركز الثاني بعد محمد عبد الحسين، وجود أنور عبد الله من ضمن صدارة الهدافين سجل 23 هدف. فأعتقد يعني السالمية فنيا من ناحية المحترفين أفضل يعني من الكرخ العراقي. بس عبد الله بس فرق لا لا خلاص كابتن دشوا خلي سؤالك بعدين، دشوا الحين فريقين. اوكي لا لا قول بسرعه بسرعه. لا بس فريق عراقي مو فريق سيء يعني. لا لا ما قلت سيء انا، لا لا مو عن سيء، فريق يعني مو سهل انه يهزم، يعني فريق عراقي يلعب لاخر اوكي دقيقه من المباراه. اوكي شكرا شكرا كباتن. اذا مشاهدينا مباراتنا القادمه الكرخ العراقي والسالمي الكويتي، كل التوفيق للفريقين. وراح انتقل الان لزميل محمد الشكري التعليق على مباراه الشوط الاول. ابو جاسم تفضل كلمه.
أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير. هذا محمد شكري يحييكم أجمل تحية، ومن صالة شيخ سعد العبدالله الصباح رحمة الله عليه الألعاب الرياضية بضاحية صباح السالم، لنقل لكم وصفا تفصيليا للمباراة التي ستقام بعد قليل إن شاء الله ما بين فريقي السالمية الكويتي والكرخ العراقي. يمثل اليوم فريق السالمية حرس المرمى سليمان الخمسان وعبد العزيز الظفيري، واللاعبين حسين سلمان، محمد البحر، علي العطية، أحمد عبد الهادي، أنور بن عبد الله، راكان تقي، علي بولن، سيبون الألماني، محمد السوسي التونسي، علي البلوشي، يوسف رجب، حيدر دشتي، فينيسيوس البرازيلي مدرب الفريق، واللاعب أيضا علي الحداد. مدرب الفريق الكابتن يعقوب الموسوي، والمساعد عماد الحبيب، ومدرب الحراس جمال مطر، ومعد البدني سعود السماج، ومحلل الفني حسين التميمي، ومحمود الموسى مشرف الفريق، ومدير اللعبة الكابتن علي موسى السعدون. أما فريق نادي الكرخ العراقي فيمثل اليوم بحراس المرمى زين الدين محمد جاسم، وأحمد مكي صالح، وسامر مشتاق صباح، واللاعبين ماجد عبد الرضا، رامي علي، علي عبد الكريم، أحمد طارق، محمد علي مهدي، عبد الرحمن مقران الجزائري، منتظر ناظم، مجتبى باسم، مصطفى محمد أحمد أو كما يحب أن يطلق عليه مصطفى الغول، وسهند أشرف، بدر الدين حمودي ناصر، وإبراهيم حسن علي المحترف المصري. مدرب الفريق شريف المرسي، والمساعد الكابتن الكبير والاسم اللامع بلعبة كرة اليد العراقية والعربية والآسيوية الكابتن حمودي ناصر، ومدرب الحراس مصطفى ياسين، والأخصائي رائد حبيب، والإداري خليل عبد اللطيف. حكام مباراة اليوم أعزائي المشاهدين من كرواتيا، الحكم الأول ميكونوفيتش، والحكم الآخر بريدوني، والمسجل عبد الله أسعد من الكويت، والميقاتي محمد بولند من الكويت، المراقب الأول الفني الكابتن علي العلاوات، ونادر سويكت من المملكة العربية السعودية الشقيقة، والمراقب العام للمباراة الحكم الدولي الكابتن مطر ثاني الزراع من دولة قطر الشقيقة. بسم الله وعلى بركة الله انطلقت المباراة، وبداية للكرة مع فريق نادي السالمية باللون السماوي، ونادي الكرخ العراقي باللون الأسود. طبعا مباراة هذه الآن الاحتلال المركز الثاني والثالث، طبعا الفريق نادي الكويت الكويتي هو المتصدر لهذه المجموعة. الآن الفرق التي ستلعب في هذه المباراة تريد أن تحتل المراكز نقول الثانية والثالث والرابع، فبالتالي هذه المباراة مباراة الثاني والثالث والرابع تسديدة، ولكن هناك دفاع قوي من فريق نادي السالمية الكويتي عن طريق اللاعب سيبون الألماني. هذا الحكم الكرواتي، حكام اليوم من كرواتيا كما ذكرنا لكم أعزائي المشاهدين ميكلوش و بريدوني. الكرة مع الكرخ العراقي، اللاعب رقم 11 أحمد طارق، إلى اللاعب رقم 2 ماجد عبد الرضا لاعب المنتخب، إلى تمريرة خاطئة ترجع لأنور بن عبد الله مرة ثانية، الكرة مع السالمية، السوسي إلى سبون، إلى السوسي مرة ثانية، إلى أنور بن عبد الله، أنور، ولكن هناك يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن الحارس تعيد مرة ثانية الكرة، أيضا الكرة مع فريق السالمية، ولكن تصدي رائع من الحارس أحمد مكي. سلامات أنور بن عبد الله، سلامات أنور بن عبد الله. حكام مباراة اليوم من كرواتيا كما ذكرنا لكم أعزائي المشاهدين، واعتذار اللاعب العراقي من زميله لاعب نادي السالمية التونسي أنور بن عبد الله. هذه الإعادة، لاحظ الإعاقة من اللاعب رقم 21 مهدي أو محمد علي مهدي، لاحظ التمريرة الجميلة من السوسي إلى فينيسيوس، ولكن متعة الحارس أحمد مكي حارس مرمى المنتخب العراقي وحارس نادي الكرخ العراقي يتصدى للتسديدة الأخيرة. تضم هذه المجموعة أيضا الكويت الكويتي وأيضا القطن اليمني في هذه المجموعة. الكرة معه وأيضا الأهلي القطري، كرة مع سبون،
يسدد تسديده ولكن تصدي ايضا من الحارس احمد مكي ترجع الكرة او الحارس هذا رقم واحد عفوا زين الدين محمد قاسم. زين الدين يحاول يسدد والهدف اول هدف في المباراة اول هدف في المباراة علي عبد الكريم علي عبد الكريم وسبون وهدف هدف للالماني هدف سريع هدف سريع للالماني سبون المحترف الالماني لفريق نادي السالمية بهذا الموسم. ترجع الكرة عبد الرضا ماجد يحاول يسدد تسديده ولكن هناك صافرة وخطأ لصالح فريق الكرخ العراقي. مدرب الماني مدرب الماني لفريق نادي او عفوا لاعب الماني لاعب الماني لفريق نادي السالمية صراحة قدم مستويات جميلة هذا اللاعب الألماني المحترف الألماني من خلال التسديد المميز من خارج منطقة التسعة أمتار تحرك اللاعب من غير كرة الفكر هذا الألماني الآن المدارس الأوروبية بدأت تأتي إلى الدوري المحلي المدارس الأوروبية بدأت الآن تدخل إلى الدوري المحلي والكرت الأصفر على اللاعب العراقي عملية التمثيل عملية التمثيل على اللاعب رقم 21 محمد علي مهدي هذا محمد علي مهدي حكم مباراة الكرواتي يقول لا تمثل لا تمثل في مثل هذه الأمور حتى لا تتعرض للإيقاف الموقت الآن تحصل على الكرت الأصفر عبد الرضا ماجد يسدد ولكن تسديدة ماجد عبد الرضا وهناك صافرة وخطأ ورمية 9 أمتار رمية 9 أمتار المدارس الأوروبية بدأت تدخل وتلتحق بالفرق المحلية الكويتية وهذا شيء صراحة شيء جميل أن نشاهد يعني لاعبين من أوروبا من آسيا من أفريقيا من الدول العربية تشارك مع فرقنا المحلية وتعطي نوع من اللي نقول نوع من التنافس الجميل والرائع داخل أرضية الملعب وأيضا يعطي جمالية لدورينا المحلي. الكرة مع سبون الألماني هذا سبون الألماني إلى السوسي التونسي محمد السوسي إلى سبون سبون وهدف هدف سبون الألماني سبون سبون الألماني وهدف هدف للألباني سبون هدف للمحترف الألماني سبون محترف نادي السالمية لاحظ الارتقاء لاحظ عملية الخداع عملية التمويه الارتقاء العالي مثل هذه الأمور هي دروس مجانية للاعبين الشباب ولاعبين الناشئين لمثل هذه اللقطات ومثل هذه التسديدات والحركات لاعبين المحترفين حتى تتم عملية الاستفادة بكامل صورها رمية جانبي أو رمية زاوية لصالح الكرخ العراقي الكرة مع الكرخ العراقي اللاعب رقم 2 ماجد عبد الرضا إلى اللاعب رقم 7 علي عبد الكريم إلى اللاعب رقم 89 مصطفى محمد أو مصطفى الغول كما يحب أن يطلق عليه تسديدة من ماجد عبد الرضا ولكن تسديدة ماجد عبد الرضا في القام وتخرج خارج الملعب هذا الضرغام هذا الضرغام عبد العزيز الضفيري السوسي السوسي والهدف الثالث والإيقاف المؤقت لمدة دقيقتين الإيقاف المؤقت لمدة دقيقتين على علي عبد الكريم علي عبد الكريم اللاعب رقم 7 هذا الإعادة هذا الإعادة هذا الإعادة اللاعب رقم 7 علي عبد الكريم حداوي علي عبد الكريم حداوي علي عبد الكريم حداوي هذا المدرب الكابتن شريف المرسي مدرب فريق الكرخ العراقي وبجانبه طبعا الكابتن الكبير حمودي ناصر راح نذكر لكم يعني حسب ما يعني معلومات قليله عن فريق الكرخ العراقي نظرا لقله مشاركه الفرق العراقيه في البطولات العربيه فبالتالي هذه مناسبه جيده ان نذكر بعض الاسماء اللامعه والاسماء الجميله في الزمن الجميل لكره اليد العراقيه حسب ما تحصلنا عليه لبعض مصادرنا. الكره مع الفريق الكرخ العراقي تمريره الى جناح حمودي 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 طبعا 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 بدر الدين حمودي بدر الدين حمودي ومن ينسى هذا اللاعب ومن ينسى هذا اللاعب بدر الدين حمودي احد المحترفين الذين شاركوا في الدوري المحلي من خلال نادي اليرموك الرياضي ومن خلال هذا اللاعب ايضا اللي ساهم وصعد بنادي اليرموك الى الدوري الممتاز لاعب يتمتع ب ب ب بتسديدات جميلة عملية الارتقاء بسم الله ما شاء الله تسديدة وسبون وهدف سبون وهدف سبون الألماني وهدف سبون الألماني وهدف هذا سبون هذا سبون هذا يا سلام يا سلام خط خط
خوت يا سبون، خوت بالالماني خوت يعني جيد. جيد يا الماني، جيد يا سبون، خوت. قمنا ناخذ شوي الكلمات الالمانيه، شوي على كلمات كرواتيه، على صربيه، على مصريه، على عربيه، على عراقيه، مثل هذه البطوله والبطوله العربيه بجميع اللغات على ارض الصداقه والسلام، ارض الكويت الحبيبه. تسديده هو اوه اوه يا ابراهيم، يا ابراهيم يا ابراهيم يا حسن، عطنا اياه يا مخرجنا، عطنا اياه، عطنا اياه، عطنا اياه يا في الزاويه العميه، في الزاويه العميه، وهدف ايضا، هدف للسالميه، ايضا هدف للسالميه، ولكن هدف، هدف ابراهيم حسن، تمرير، يا سلام يا سلام يا سلام، يا 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 مصطفى، يا الغول مصطفى الغول، وهدف جميل لبلوش علي، وتصدي من الحارس، تصدي من الحارس، ترجع الكرة، هجمة سريعة، ماجد عبد الرضا، ماجد إلى مهدي، محاول ولكن صافرة وخطأ، ورمية 9 أمتار. هدف جميل، هدف من مصطفى الغول، لاعب الدائرة مصطفى محمد، ولكن بسم الله تبارك الرحمن، تبارك الرحمن، ربنا يحفظك، ربنا يحفظ جميع اللاعبين وجميع من يوجد داخل أرضية الملعب وجميع من يوجد على المدرجات ومن يتابعنا خلف الشاشة، ربنا يحفظ الجميع، ربنا يحفظ الجميع. الكرة مع الفريق العراقي، مصطفى الغول، هذا اللاعب رقم 11 إلى مهدي، مرة ثانية يحاول يسدد، ولكن أو على عبد الكريم عفوا، اللاعب رقم 7 على عبد الكريم، هذا مصطفى الغول الملقب مصطفى محمد، ولكن في العراق أو في الدوري العراقي ينادون في مصطفى الغول نظرا لقوة الجسمانية، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. تسديده ولكن خطأ على ماجد عبد الرضا، خطأ على ماجد عبد الرضا، الكرة مع السوسي التونسي، السوسي محمد، محمد يمرر، ولكن هناك إيقاف لمدة دقيقتين، إيقاف المؤقت لمدة دقيقتين على اللاعب رقم 11 أحمد طارق عبد الله، أحمد طارق عبد الله، هذا الإعادة، هذا الإعادة، لاحظ، لاحظ، يا سلام يا سلام يا الغول، يا سلام يا الغول، ويا سلام يا حيدر، حيدر 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 دشي صاحب الهدف الأخير، الهدف الخامس، حيدر دشي أحد نجوم منتخبنا الوطني، أيضا أيضا منتخبنا الوطني حيدر دشي، هذا فينيسيوس البرازيلي، راح نطلع لك يا فينيسيوس، راح نطلع لك كم كلمة يا فينيسيوس بالبرازيل إن شاء الله في هذه البطولة إذا ما الله حيانا وحياكم إن شاء الله يا رب. الكرة مع الفريق الكويتي، السلماوي، سبون يا سبون، ولكن تسديدة سبون هذه المرة في القائم، تسديدة سبون هذه المرة في القائم، تسديدة من سبون الألماني، هذا 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 الألماني جوت، نقول خوت، خوت بالألماني يعني جيد، بالعربي جيد، لحد الآن سبون خوت، ممكن 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 ان اخوت اليوم يصير خوش لاعب وخوش خوش يعني مسجل الاهداف. تسديده ولكن تصدي من الضفيري والمرمى فاضي، وهدف، هدف 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 من عزيز الضفيري، الضرغام، هذا الضرغام، ضرغام الحراسه الكويتيه، ضرغام الحراسه الكويتيه عبد العزيز الضفيري، عزيز يا عزيز، من المرمى الى المرمى، سجل اسمك اليوم يا عزيز من المسجلين الأهداف، الهدف السادس باسم عبد العزيز الضفيري. الكرة مع الفريق العراقي، السالمية الكويتي متقدم بالنتيجة 6-4 واحنا في أول 10 دقائق عزيزي المشاهد. الكرة مع الفريق العراقي، ماجد عبد الرضا إلى اللاعب إبراهيم حسن المصري، إلى اللاعب رقم 39 جاسم غصاب، ولكن هناك صافرة، جاسم غصاب، جاسم غصاب من اللاعبين المتميزين ولاعب محترف سابق في الأندية الأفريقية قبل ذلك، وبالتالي لاعب متميز، صانع ألعاب متميز، إبراهيم 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 يسدد، ولكن الضرغام موجود، ضرغام الحراسة عبد العزيز الضفير يتصدى لتسديدة إبراهيم حسن، ترجع السوسي، يا السوسي يا السوسي يا السوسي يا السوسي يا السوسي يا محمد يا محمد يا السوسي، عملية الخداع والتمويه والارتقاء والتسديد القوي على يسار الحارس، الحارس زين العابدين، الهدف السابع، 7 السالمية 4 الكرخ العراقي. كما ذكرناكم أعزائي المشاهدين هذه المباراة الآن ما بين المركزين الثاني والثالث، الأول خلاص الكويت الكويتي، أيضا الأهلي القطري، يا جاسم يا غصاب،
جاسم 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 غصاب تحدثنا عليه قبل قليل عزيز المشاهد. جاسم غصاب جاسم غصاب لاعب 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 لا يا عثبات 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 عسكيتي عسكيتي يا 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 جاسم هذا السوسي. يا السلام عليك يا السوسي برشا برشا يا مدلل يا السوسي يا السوسي يا السوسي يا السوسي ويا جاسم يا غصاب. بطولة بأجملها مباريات ممتعة مباريات جميلة أهداف أكثر من رائعة وأكثر من جميلة دروس مجانية لفرقنا المحلية أيضا للاعبينا. وعلي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا البلوشي يا بلوشي يا بلوشي يا بلوشي يا علي يا البلوشي وهدف ولقاء وقت المستقطع وقت مستقطع يطلبه الكابتن شريف المرسي شريف المرسي وهذا يعقوب موسوي المدرب الوطني اللي نفتخر فيه صراحة يعقوب الموسوي نفتخر فيه مدرب وطني يسلم زمام الأمور الإدارة الفنية لنادي السالمية. ربنا يوفقك ربنا يوفقك يا يعقوب ولكل مدربين الوطنيين واحد من الناس اللي صراحة أفتخر وصراحة يعني أستانس لما أشوف مدرب محلي يمسك الفريق الأول. هذا يعطيك أنه في عندنا طاقات شبابية عندنا مدربين على أعلى مستوى ممكن أن يمسكون الفرق الأول الفرق الأولى للأندية أيضا ممكن أن يكونون عوامل مساعدة وأساسية لمنتخباتنا الوطنية. هذا الهدف الجميل وتمريرة السوسي لعلي البلوشي من السوسي تونس إلى البلوشي الكويت. هذا هدف عبد العزيز الظفيري الضرقام الحراسة الكويتية الظفيري وهذا يسل ياه 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 يا مصطفى يا مصطفى يا الغول هدف بطريقة جميلة هدف بطريقة أوروبية على أرض الكويت الحبيبة. وهذا هدف هذا الصاروخ المصري هذا الصاروخ المصري وهذا حمودي 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 راح نستمتع فيه بدر الدين حمودي راح نستمتع فيه في هذه البطولة. لاعب متميز لاعب يعرف كيف وأين ومتى يسدد. إبراهيم ترجع إلى غصاب يا 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 جاسم يا غصاب يا جاسم يا غصاب وهدف للسوسي ولكن كلاكيت ثاني مرة كلاكيت ثاني مرة لغصاب غصاب غصاب هذا 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 جاسم غصاب جاسم 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 غصاب جاسم غصاب اللاعب العراقي لاعب منتخب العراق ولكن الهدف الذي سجل عن طريق هذا اللاعب بطريقة مميزة عملية الثبات والتسديد المفاجئ على عبد العزيز الظفيري ليسدد ويسجل الهدف السادس 9-6 9-6 الأهداف أحلى من المباراة أحلى ما في المباراة الأهداف. الكرة مع الكلخ العراقي إبراهيم إبراهيم إلى غصاب جاسم غصاب مرة ثانية يحول ولكن هذه المرة فينيسيوس يقف أمام جاسم غصاب ومنعه من التسديد. هذا الحكم الكرواتي تسديده ولكن الكرة ترجع للحارس عبد العزيز الظفيري. هذا عبد العزيز الظفيري ضرقام الحراسة الكويتية السوسي كرة مع السوسي سبون إلى السوسي إلى نور بن عبد الله إلى السوسي مرة ثانية التونسي إلى التونسي نور بن عبد الله يا 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 أنور يا أنور يا أنور يا أنور يا أنور يا أوبا يا في المرمى في المرمى وهذا جاسم وهذا جاسم وهذا جاسم إيش قاعد تسوون إيش قاعد تسوي يا أنور يا بن عبد الله وإيش قاعد تسوي يا جاسم يا غصاب. مباراة أمتع ما فيها الأهداف متعة المباريات أي مباراة تشاهد عزيز المشاهد لابد أن تكون حضور الأهداف جميلة حتى تعطي جمالية وروعة للمباراة. والآن نشاهد أول 14 دقيقة أهداف جميلة. جاسم غصاب جاسم يمرر ولكن صافرة وخطأ صافرة وخطأ لصالح الفريق العراقي الكرخ العراقي. مباراة جميلة وممتعة مباراة جميلة وممتعة. الكرة مع إبراهيم إلى غصاب يحاول غصاب جاسم هل سيسدد ويمرر ولكن صافرة 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 وخطأ خطأ لصالح فريق الكرخ العراقي. يا سلام يا سلام يا يا يا
يا ابو رغام يا ابو رغام ويا جاسم غصاب، فنيات فنيات. لا 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 لا، هدف لسبون، هدف لسبون، سبون سبون، هدف لسبون الالماني. ولكن 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 جاسم غصاب، جاسم غصاب، هذا هدف سبون. عطنا عطنا تمريرة جاسم غصاب. يا يا عزيز يا الضفيري، يا 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 جاسم يا غصاب، ويا يا 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 عزيز يا عزيز يا الضفيري. يا برغام الحراسة الكويتية تصدي أكثر من رائع من عبد العزيز الضفيري لتسديدة اللاعب مصطفى الغول. ترجع الكرة جاسم غصاب إلى مصطفى مرة ثانية، ولكن هذه المرة تمريرة خاطئة. ترجع هجمة سريعة، حيدر 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 يا ولد دشتي، حيدر يا ولد دشتي، حيدر 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 دشتي، حيدر حيدر ما يستسلم. حيدر من اللاعبين اللي ما يستسلمون للمباراة وما يستسلمون. يا يا على الارتقاء ويا على الطيران يا حيدر، يا ابو حيدر يا ابو حيدر يا حيدر يا دشتي. مباراة مباراة اذا ما استمرت هذه الاهداف وجمالية هذه الاهداف في الشوط الثاني، لا يا معودي ما نبي المباراة تتخلص، ما نبي المباراة تتخلص، نبيها لاخر الليل، نبيها لاخر الليل، نبيها سهرة. مباراة جميلة، تمريرات جميلة، دروس وعبر للاعبين الناشئين والشباب والأشبال في مثل هذه الظروف ومثل هذه المباريات الجميلة التي لن تتكرر مرة أخرى. غصاب تسديدة، ولكن هذه المرة ضرغام، هذه المرة ضرغام الضفيري. لاحظ يقول له هدي، يقول له هدي، امسك الكرة امسك الكرة امسك الكرة، نعم امسك الكرة. تصدي جميل ورائع من الحارس، الحارس ضرغام الحراسة الكويتية، الحارس عبد العزيز الضفيري بتسديدة جميلة ورائعة من جاسم غصاب. جاسم غصاب ايش قاعد تسوي يا جاسم يا غصاب؟ ايش قاعد تسوي يا جاسم يا غصاب؟ الكرة معه سبون الألماني، يمرر بن عبد الله. يا يا أنور يا أنور يا أنور، أنور بن عبد الله، أنور بن عبد الله، وهدف، هدف جميل لأنور بن عبد الله اللاعب المحترف التونسي لفريق نادي السالمية. جاسم غصاب ودفاع، تكتل دفاعي، تكتل دفاعي لفريق السالمية أمام الفريق العراقي. الكرة معه، الكرة مع الفريق العراقي، الكرخ العراقي، كرة مع الكرخ العراقي. اللاعب رقم 11 أحمد طارق إلى اللاعب رقم 44، دخول خاطئ، دخول خاطئ على منتظر ناظم، دخول خاطئ على منتظر ناظم. الكرة، هذا الهدف اللي سجل عن طريق اللاعب أنور بن عبد الله. الكرة مع السالمية، حتى ما يتركون وقت حتى نشرب ماء شوية ننشف رجلنا بمباراة جميلة صراحة. الكرة مع السالمية، سبون أنور بن عبد الله إلى البحر، البحر تسديدة، ولكن تسديدة اللاعب محمد البحر خارج المرمى. ترجع الكرة لفريق الكرخ العراقي، 13-6، 13 السالمية 6 الكرخ العراقي في أول 19 دقيقة على بداية المباراة بالشوط الأول. عزيزي المشاهد، الكرة مع الكرخ العراقي، لاعب رقم 11 أحمد طارق إلى منتظر، أحمد طارق، أحمد إبراهيم إلى منتظر، أيضا تم أيضا دخول خاطئ على منتظر، دخول خاطئ على منتظر، وهجمة سريعة لبلوشي. يا يا ابو علوة، يا ابو علوة، لا 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 لا، السالمية، السالمية مسجين اليوم عدل، السالمية اليوم مسجين عدل. فينيسيوس من البرازيل الى الكويت الى المرمى العراقي، من البرازيل الى الكويت الى داخل المرمى العراقي ليعلن تسجيله للهدف ال14 من علي البلوشي، علي البلوشي، علي البلوشي، هدف، هدف جميل
يسجل عن طريق اللاعب علي البلوشي الجناح الأيمن لفريق نادي السالمية. عفوا أعزائي المشاهدين، الكرة مع الكرخ العراقي، توقف عن التسجيل فريق الكرخ العراقي. الكرة مع الكرخ، أحمد طارق إلى حسني، إلى أحمد طارق مرة ثانية، اللاعب رقم 11 يمرر إلى الغول وهدف مصطفى الغول، وهدف هدف للاعب الدائرة مصطفى الغول، الهدف السابع، 14-7 فارق 7 أهداف لصالح السالمية. سبون السوسي إلى فينيسيوس، فينيسيوس ولكن هناك صافرة وخطأ، صافرة وخطأ لصالح فينيسيوس البرازيلي، هذا الحكم الكرواتي. هذه الإعادة وتمريرة جميلة من أحمد طارق لمصطفى الغول لاعب الدائرة، كرة معه لاحظ 6 تصديات من 13 و3 تصديات من 17 حيدر، ولكن هذه المرة خارج المرمى. ترجع الكرة للفريق العراقي، ماجد عبد الرضا إلى اللاعب رقم 97 إبراهيم حسن، إلى أحمد طارق، إلى ماجد عبد الرضا، إلى حمودي بدر الدين حمودي، إلى أحمد إبراهيم حسن عفوا، إلى ماجد عبد الرضا، أحمد طارق، ماجد عبد الرضا، أحمد طارق مرة ثانية، ماجد عبد الرضا، أحمد طارق، الخط الخلفي لفريق نادي السائل لفريق نادي الكرخ العراقي، هذا أحمد طارق، إلى إبراهيم حسن، إلى مرة ثانية ماجد عبد الرضا، أتوقع أن أحمد راح يسدد، راح يسدد الآن، راح يسدد يمرر، ولكن هناك صافرة وخطأ، صافرة وخطأ لصالح الفريق العراقي الكرخ العراقي. بدر الدين حمودي سدد، بدر الدين وينك يا بدر، وينك يا بدر، واطلع وبان، اطلع وبان، وعليك الأمان يا بدر الدين حمودي، بدر الدين حمودي. الكابتن أيضا شريف المرسي يقول سدد ولعب، خطأ، خطأ لصالح، خطأ لصالح فريق السالمية الكويتي. باقي 8 دقائق و20 ثانية على انتهاء الشوط الأول عزيزي المشاهد، تقدم السالمية على الكرخ، السالمية الكويتي على الكرخ العراقي بنتيجة 14-8. خطأ ورمية حرة، رمية 9 أمتار، فينيسيوس إلى البحر، يحاول إلى فينيسيوس مرة ثانية، عدم الاستلام من فينيسيوس، الكرة تخرج خارج الملعب، ورمية، رمية زاوية، رمية زاوية لصالح نادي السالمية الكويتي. أنور بن عبد الله، محمد البحر، أنور بن عبد الله راح يسدد، يمرر إلى سبون، إلى الجناح، حيدر يا حيدر، حيدر يا حيدر يا دشتي، هذا حيدر، بو حدرة، بو حدرة، حيدر دشتي يا ولد دشتي يا حيدر، هدف جميل، هدف جميل من الجناح، بسم الله تبارك الله، بسم الله ما شاء الله على حيدر دشتي، لاعب متعدد المراكز، جوكر الفريق حيدر دشتي، متعة فريق نادي السالمية حيدر دشتي، أحد أفضل لاعبي نادي السالمية في المواسم الماضية وفي هذا الموسم إن شاء الله، إن شاء الله، وربنا يحفظك يا حيدر يا دشتي. الكرة مع إبراهيم طارق، أحمد طارق تسديده، ولكن يصدي وحاط صد سلماوي، ترجع الكرة لفريق السالمية، حاط صد سلماوي أمام الكرخ العراقي. الكرة معه، هذا هدف حيدر دشتي، ترجع الكرة مرة ثانية، كرة مع الفريق العراقي، حمودي، 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 بدر الدين حمودي، بدر الدين حمودي، وهدف، هدف، هدف، هدف ليه بدر الدين حمودي، بدر الدين حمودي، هذا بدر الدين، هذا بدر الدين الحمودي. كرة معه السالمية، علي البلوشي إلى البحر، أنور بن عبد الله إلى سبون، أنور بن عبد الله، فينيسيوس، سبون إلى البحر، الخط الخلفي، طريقة الدفاع المتقدم للفريق العراقي الآن أمام السالمية الكويتي، هل ينجح الفريق العراقي بتقليص النتيجة وإيقاف الخطورة السلماوية في العملية الهجومية، هذا ما سنتابعه. الكرة مع أنور بن عبد الله،
أنور 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 يا أنور أنور يا أنور يا أنور يا بن عبد الله يا مدلل يا أنور أنور مدللنا عدل مدلل الجماهير ومدلل عشاق ومحبي نادي السالمية بهذا الأداء وبهذه الأهداف الجميلة من المحترف التونسي أنور بن عبد الله ومدلل يا برشا وبرشا برشا يا مدلل الكرة مع الفريق العراقي أحمد إلى ماجد غصاب ماجد غصاب ماجد 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 دخل وسجل ماجد أو جاسم غصاب جاسم غصاب دخل وسجل دخل وسجل الهدف هذه الإعادة لاحظ عملية التمويه تمويه تمويه خدع الدفاع السلماوي بأكمله وفتح الدفاع هذا أنور بن عبد الله المحترف التونسي لنادي السالمية أهداف جميلة تسجل لكل الفريقين نزول اللاعب الآن علي الحداد اللاعب رقم أو عفوا يوسف رجب هذا يوسف رجب صاحب الهدف الثمين أمام الأهلي القطري الكرة مرة ثانية مع يوسف رجب ولكن هناك صافرة وخطأ صافرة وخطأ ورمية رمية حرة آخر أربع دقائق ونص على انتهاء الشوط الأول يوسف رجب يوسف رجب يسدد يوسف وهدف يوسف رجب وهدف هذا اللاعب يوسف رجب اللاعب رقم 71 يوسف رجب وهدف هدف على يوسف رجب هذا الإعادة هذا الإعادة هذا الإعادة وهدف ليوسف رجب الهدف 17 لا زال الفارق 7 أهداف لصالح فريق السالمية الكويتي ماجد غصاب إلى إبراهيم حسن ماجد غصاب يحاول ماجد يمرر إلى الغول وهدف بكل أريحية هدف بكل أريحية لماجد ماجد محمد أو كما يحب أن يطلق عليه ماجد مصطفى الغول عفوا مصطفى الغول مصطفى الغول شبيه مسكنا على ماجد ماجد عبد الرضا وصانع الألعاب لفريق نادي الكرخ العراقي حضور جماهيري حضور جماهيري وهذا الولد العاشق والمحب لدولة الكويت بجميع أنديتها بجميع أنديتها ربنا يحفظك يا رب ربنا يحفظك يا رب كرة مع علي البلوشي ولكن صافرة وخطأ 17-11 وآخر 3 دقائق و20 ثانية السوسي محمد السوسي يحاول كرة مع السوسي وهناك صافرة وخطأ الحداد هذا علي الحداد لاعب الدائرة الآن نزول علي الحداد تمريرة لعلي الحداد يسدد علي الحداد ولكن صافرة ورمية جزاء صافرة ورمية جزاء للسالمية عن طريق اللاعب علي الحداد هذا الحكم الكرواتي أنتي ميكليوش أنتي ميكليوش الكرواتي ويساعده بيتر بريدوني وهدف لسبون هدف لسبون هدف لسبون هدف لسبون الألماني الكرة مع الكرخ العراقي جاسم غصاب إلى إبراهيم حسن إلى بدر الدين حمودي إلى إبراهيم حسن إلى جاسم غصاب يا 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 جاسم يا غصاب إيش قاعد تسوي إيش سوى بي إيش عمل جاسم غصاب أتوقع الفريق السلماوي يقول شوي إيش بي عمل وإيش سوى جاسم غصاب سوى بي وإيش عمل جاسم غصاب في هذه المباراة لاعب لاعب متميز لاعب متميز جاسم غصاب بدر الدين حمودي بدر الدين حمودي والضفيري عزيز وبدر بدر وعزيز بدر وعزيز عزيز وبدر بدر وهدف بدر الدين حمودي وهدف بدر الدين حمودي والهدف 18-12 دفاع المتقدم للفريق العراقي الآن 4-2 لاحظ لاحظ الطريقة الدفاعية لاحظ الطريقة الدفاعية لفريق نادي الكرخ العراقي أمام السالمية الكويتي السوسي 3-3 ترجع الكرة للبحر إلى السوسي محمد السوسي مرة ثانية كرة مع السوسي أو محمد أو عفوا يوسف رجب إلى الجناح ولكن تقطع من خلال اللاعب بدر الدين حمودي آخر دقيقة وعشر ثواني عزيز المشاهد على انتهاء الشوط الأول الكرة مع السالمية حيدر السوسي إلى سبون الحكم راح يرفع ايده اعتقد في هذه التمريره راح يرفع ايده باللعب السلبي
يوسف تسديده ولكن تصدي من الحارس وتقطع الكرة. هجمة سريعة للفريق العراقي. جاسم غصاب إلى أحمد طارق إلى اللاعب رقم 21 محمد علي مهدي. جاسم غصاب يقول له ارجع، يقول له ارجع يا محمد يا علي مهدي ارجع مكانك. إلى أحمد طارق إلى جاسم غصاب بدر الدين حمودي. الآن لو تلاحظ الفريق العراقي لاعبين اثنين على الدائرة، اثنين على الدائرة واربعة بالخارج. الكرة مع الفريق العراقي. ماجد غصاب، ماجد إلى أحمد طارق، تمرير يا سلام يا سلام يا سلام يا 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 الفريق العراقي. الكرخ العراقي يبدع ويمتع ويستمتع صراحة في هذه المباراة، واحنا مستمتعين لهذا الفريق. كرة مع الفريق العراقي، فاس بريك سريع ولكن الصافرة أطلقت أعزائي المشاهدين بانتهاء الشوط الأول بتقدم السالمية على الكرخ العراقي. سالمية الكويتي متقدم على الكرخ العراقي بنتيجة 18-13. أعزائي المشاهدين إلى الاستديو التحليلي وزميل الكابتن عبد الله حسين وضيوف الكرام الكابتن نايف الرندي والكابتن إسماعيل عبد القدوس كباتن الزمن الجميل والرائع للعبة كرة اليد الكويتية. على أمل أن نلتقي بكم بعد هذا الاستديو وهذا الاستراحة، فإلى اللقاء. شكرا للزميل محمد شكري. اذا الشوط الاول افضليه لنادي السالميه، تقدم على الكرخ العراقي ب 18 هدف مقابل 13، فارق 5 اهداف للسالميه اللي كان مسيطر خلال هذا الشوط وعلى مجريات هذا الشوط. تألق واضح في بدايه هذا الشوط لفالنتين سبون اللاعب الالماني بالاضافه لمحمد سوسي، هم كانوا يمكن الاكثر تسجيلا في الشوط الاول ونسبه يمكن الاهداف، وتألق واضح ايضا لعبد العزيز الظفيري. عموما اغلب اليوم فريق السالميه قدم اداء مميز هذا الشوط، وايضا شفنا يمكن تغيير في بعض التشكيله. اليوم شفنا حيدر دشتي يلعب كجناح يسار، الكابتن يعقوب الموسوي مدرب نادي السالميه غير في بعض التشكيله خاصه ان وجود الخط الخلفي لفالنتين سبون وايضا محمد سوسي وانور بن عبد الله اللي كان هناك تفاهم ما بينهم وقدروا ياخذون الافضليه في هذه النتيجه. طبعا دار اللقاء الحكمين من كرواتيا انتي ميكلوش وايضا بيتر بيردوني من كرواتيا. كابتن اسماعيل قراءتك لهذا الشوط، الافضليه للسالميه 18 هدف، تتكلم على نسبه كبيره في شوط واحد وايضا السيطره على هذا الشوط. السالميه اليوم لعب طريقه الدفاع، يعني اليوم ما شاء الله يعني سكر على فريق الكرخ العراقي، ما اعطى فرصه حتى يعني يقدر يخترق. والسالميه يعني اليوم لعب طريقه الدفاع وايد وايد ممتازه، قدر يسكر من كل النواحي، يعني تلاحظ من بلنتيين من الاجنحه بس من النص السالميه مسكر، زائد احنا نقول ظفيري تقريبا اربع صديات عنده بهدف مسجل هدفه، معناه ان نقول السالميه لعب اكثر من اربعه، لا اربع تصديات اكثر. اوكي خلاص اوكي المهم يعني ما نختلف على لا تو الاحصائيه حطوها زين. فريق السالميه يعني اليوم شفنا فريق مغاير عن المباريات اللي طافت، دفاع ممتاز، اعتمد فريق السالميه طبعا على السرعه، هو كله فاست بريك، لان لاحظ ترى المباراه فاست بريك تصدي يطلع فاست بريك الفريق. ف اليوم السالميه يعني الجيم الاول ما شاء الله لعب وايد وايد زين. اوكي كابتن
نايف قراءتك للشوط؟ عندي يمكن بعض الامور التفصيليه بتكلم فيها على جزئيات على اماكن معينه للاعبين معينين، قراءتك لهذا الشوط بشكل عام؟ طبعا عبد الله مثل ما تفضل ابو احمد ان سالميه ادى شوط مثالي خاصه من ناحيه الشق الدفاعي او من الناحيه الهجوميه. فكنا نشوف تفضلت قبل شويه قلت التفاهم اللي كان بين فالنتين الالماني والسوسي وانور بن عبد الله عن طريق الكروسات وايصال الكره للاجنحه، شفنا اجنحه سالميه اليوم قاعد تسجل سواء حيدر دشتي او علي البلوشي اعتماد على الدائره. ولو ان فينيسيوس لم يسجل اي هدف في الشوط الاول لكن كان يعمل تحركاته وحجز الدفاع العراقي. هو السؤال هل فينيسيوس وجوده عطى اريحيه لسوسي وايضا فالنتين وايضا انور بن عبد الله؟ نعم، وان ما سجل انا اي لكن انه كان يحجز الدفاعات ما يقدر يقابلون لا سوسي ولا فالنتين ولا انور، فبالتالي تصويبات خارجيه لكل اللاعبين سجل سواء فالنتين خمسه او ثلاثه سوسي. لكن العراق الفريق العراقي غير دفاعه في الدقيقه 18 عبد الله الى 3-3 مقابله الخط الخلفي اللي فعلا مو قادر يعني يوقف هذا الخط الفريق العراقي من تصويبات الالماني او السوسي او عبد الله. هل نجح في الدفاع اللي غير هذا؟ لا ما نجح لانه صار اعتماد كله على الدائره والاجنحه. كان الكروسات كان يعملونها بطريقه يعني فعلا بين ان في تفاهم بين الخط الخلفي لنادي السالميه. حلو. ولا ننسى طبعا حارس المرمى ظفيري لتصدياته اللي صدها اضافه الى تسجيل هدف من هدف لهدف اضافه الى الفاست بريك السريع اللي كان يلعبه السالميه، فكانت الافضليه عموما كلها لفريق السالميه. اوكي، لاحظنا اليوم يمكن قوه الكرخ تكلم على جاسم قصاب وايضا ابراهيم حسن الباك اليمين، جاسم كصانع العاب وبدر حمودي في الجناح، وايضا يمكن شفنا جاسم سقط كم كره كابتن اسماعيل للاعب مصطفى محمد على الدائره. تقريبا سقط تقريبا كرتين نقول سقط وتصدى لهم حارس المرمى. عبد الله يعني نتكلم عن قوه الكرخ، نتكلم من البلاي ميكر اللي هو طبعا جاسم وابراهيم حسن وبدر الدين حمودي. اليوم الكرخ عبد الله مو الكرخ اللي شفناه بعد اللعبات طافت. اليوم السالمية يعني مثل ما قلت لك السالمية تسكر، بس فريق الكرخ مو قادر يسجل اهداف، مو قادر يمرر الكرة، مو قادر يعني السالمية لعب اليوم المدرب نزل اليوم عبد الله مركز على فريق الكرخ، فما قدر اي لاعب منهم سجل. يعني كان ابراهيم اللعبة اللي طافت مسجل تقريبا اكثر من 5 اهداف 6 اهداف عبد الله. اليوم ما شفنا ابراهيم سجل هدف واحد، يعني اكثر تسجيل صار من الاجنحه نقول غير تصديات الحارس المرمى. فاتكلم الفريق اليوم السالمي ما قدر يستغل. اوكي، قاعد اشوف الاحصائيات ابو عزيز، الاكثر تسجيلا فالنتين والسوسي وحيدر دشتي هم الاكثر تسجيلا بالنسبه لفريق السالميه. طبعا فالنتين يعني ما حد يختلف على رايك فيه انت اليوم كلاعب نجم سوبر. يمكن انا تحت الهواء قلت لك اليوم هذا اللاعب اللي يملك طول وقوه قاعد ياخذ يعني قاعد يصوب من خارج التسعه بعيد عن اللاعب، ما قاعد يحتك مع اللاعب، قاعد يصوب من يمكن 9 و10 متر. عبد الله مو بس يصوب، قاعد يعمل كروسات ويوصل كره للدائره ويخدم الجناح. شفنا حيدر اليوم بلوش اللي اساسا هو لاعب جناح لعب اليوم جناح سجل 3 اهداف وضاع لعبه واحده. فالالماني كان يخدم اللاعبين كلهم دائره النص الاجنحه، فاعتقد اللاعب هذا يعني فعلا لاعب كرة يد يعني اضافه قويه لفريق السالميه في هذه البطوله. فاعتقد انه يعني السالميه اذا استمر على هذا اللعب وطريقه اللعب في الشوط الثاني راح يستمر الفارق ويمكن يوسع الفارق، لان مثل ما تفضلت عبد الله انت قلت السالميه انحصر لعبه عفوا الكرخ العراقي انحصر لعبه بالجهه اليمين جهه النص والباك الشمال والجناح بدر الدين، فاعتمد على التصويبات. ما كنا نشوف خطط تكتيكيه حق فريق الكرخ العراقي سواء الكروسات او يعتمدون على التصويب الخارجي سواء النص كان يصوب من الثبات، حتى المدرب يعني كان يكلمك تمرة لا تصوب من الثبات، حاول تلعب لاعب للاعب توصل كرة للدائرة. فاعتقد اذا استمر هذا اللعب في الشوط الثاني على نفس المستوى ونفس السرعة اللي لعب فيها السالمية اعتقد راح ياخذ المباراة يمكن فارق اكثر من هالفارق. اوكي، خلينا ناكد على اعتقد ان دفاع السالمية محضر بشكل جيد كابتن اسماعيل، وتكلمنا على الجزئية واضح ان تحضير السالمية لتسكير منطقة الوسط. الكرخ كان يجب ان يستغل اجنحه بشكل افضل، بدر اللي مسجل 4 او الجناح اليسار، لكن قوه السالميه بتسكير منطقه الوسط وايضا بالاضافه لتعلق عزيز الظفيري واعتقد نجح فيها. اليوم الان الشوط الثاني كابتن اسماعيل
هل سيعود الكرخ؟ هل سيستمر السالمية؟ جزئية الفاست بريك مهمة، سواء الفريق السالمية إذا أراد أن يفتح الفارق أو الكرخ إذا يبي يرد النتيجة. أتوقع عبد الله أن السالمية راح يكون بنفس الدفاع، بنفس طريقة الدفاع والتشكيل، خاصة أن خاصة عندنا نقول عنده حارس مرمى مميز من الأجنحة، من الصعب أن تسجل عليه أهداف، ممكن نسبة قليلة من الأهداف. بس اتكلم السلمي راح يلعب نفس الطريقه، اذا لعب طريقه ثانيه افتكر الكرخ ما راح يكون سهل. والكرخ الحين يحاول انه يرجع للمباريات، يعني ممكن يرجع للمباراه، بس طريقه السلمي لعبها بالدفاع اتوقع ان الكرخ ما راح يكون، اقول الكرخ السلمي ما راح يكون، الكرخ ما راح يكون تسجيل اهداف. اوكي، الكابتن شريف مدرب الكرخ هذا وقت مستقطع تقريبا دقيقه 11، النتيجه كانت 8-5. ما بعد هذا التايم اوت هل نجح فيه؟ او بتكلم ايضا على اشراك احمد مكي كحارس، اشركه يمكن في الجزء الثاني من الشوط الاول. احمد من الحراس المميزين ودائما نشوف له نسبة تصدي عاليه. طبعا المدرب لما اخذ التايم اوت عبد الله انا ما اعتقد يعني تغير وضع الفريق، طريقه لعب الفريق. يعني انت لما تتكلم عن دفاع السالميه فلانتين ولا السوسي بهذه القامه الطويله ولاعب الميكر العراق قصاب قامته وشوت بالثبات، صعب عبد الله انك تشوت لاعب قدام هالطوال اثنين اللاعبين السالميه. انا سالتك بين قبل المباراه قلت لك الحارس ما لعب احمد مكي، اللي انا اعرف احمد مكي هو لاعب الحارس الاساسي. فحراس الكرخ اليوم يعني انت لو مدرب تبدي باحمد مكي؟ باحمد مباراه مثل هذه ابدا احمد، لان المباراه هذه مو تحصل حاصل، المباراه تاخذ مركز ثاني. فاعتقد ان حراس الكرخ اليوم ما كانوا متوافقين نفس الضفيري، يعني ما كان تصديات، يمكن تصدي كرة أو ثلاث إذا حسبناهم تصدوا الحراس الاثنين. فأعتقد الحراس هي النقطة الأساسية في أي فريق، إذا عندك حراس مثل تصديات الضفيري أو في مستوى الضفيري تلعب مباراة مثل هذه تقدر تأدي مستوى وتقدر يعني تتسع بالفارق إلى أكثر من كذي. لكن إذا كان حراسك ما ساعدون الفريق فأعتقد اللاعبين راح يصير عندهم نوع من الدروب شوية في الأداء. اوكي، ايش رايك بالتحكيم كابتن زين؟ والله تحكيم جيد، ما في ما اشوف اخطاء يعني صراحه. اوكي زين، شو تتوقع الشوط الثاني قبل لا يصفرون الحكم؟ والله اذا السالميه اتوقع نفس الخط راح يكون السالميه هو او فايز يعني مباراتها. ابو عزيز 9 الفارق. ايش كثر؟ اكثر من الخمسه. ما يرد يعني ما يرد؟ لا، الكرخ ما يرد قياس على اداء الشوط الاول، لكن على الشوط الاول راح 9 الفارق اكثر من خمسه، لان اللعب السريع اللي قاعد يلعبه السالميه هو اللي قاعد يفرق معاه بالمباراه. اوكي، اتوقع ممكن يرد. بس خلاص سالتك كابتن، بس ممكن يرد. توني سالتك قلت انا ضده خلاص. تفضل اخي عبد الله. طقوك بالسياره. اوكي، واحد تبي تقول شيء انت؟ لا والله بس اقول الكرخ ممكن يرد، انا اتوقع بعد. بس يلا شكرا، ارجع مره اخرى للزميل عاد شكري. تفضل. اعزائي المشاهدين، اسعد الله مساءكم بكل خير. هذا محمد شكري، حييكم اجمل تحيه مره اخرى. يا سلام عليك يا عزيز يا ضرخه، يا ضرغام الحراسه بكل جمالية تصدى. هذا محمد شكري، يحييكم اجمل تحية مرة اخرى. ومن صالة الشيخ سعد العبد الله الصباح رحمة الله عليه للالعاب الرياضية بضاحية صباح السالم، لننقل لكم وصفا تفصيليا لمجريات المباراة بالشوط الثاني ما بين الكرخ العراقي والسالمية الكويتي، واللي انتهى الشوط الاول بتقدم السالمية الكويتي بنتيجة 18-13 بعد اداء متميز ومتكامل في العملية الدفاعية او في الناحية الهجومية. بسم الله وعلى بركة الله انطلقت المباراة بالشوط الثاني بتصدي جميل ورائع من الضرقام او ضرقام الحراسة الكويتية عبد العزيز الضفيري. الكرة مع جاسم غصاب، راح يسدد ولكن حائط صد، ترجع مرة ثانية والكرة الى او خطأ ورمية حرة، رمية 9 امتار، تمريرتين هذه الاولى، يمرر ثاني ويسدد او راح يسدد ولكن الكرة ترتطم في القائم بعد ان تصدى لها الحارس عبد العزيز الضفيري المتميز. عبد العزيز الضفيري
هذا الإعادة، هذا الإعادة للتصدي. يا سلام يا سلام، خمطها خمطها عبد العزيز الظفيري، مو تصدي، هذه خمط الكرة من الرائع وضرقام الحراسة الكويتية عبد العزيز الظفيري. الكرة مع سالمية الكويتي، الكرخ العراقي طريقة 4-2 الدفاعية، مراقبة السوسي وسبون الألماني وسوسي التونسي. هذا محمد السوسي إلى سبون إلى الدائرة، أنور بن عبد الله يسدد ويسجل وهدف. أنور بن عبد الله وهدف، هدف لأنور بن عبد الله. وهذا الحارس أحمد مكي صالح، حارس حارس مرمى المنتخب العراقي ونادي الكرخ العراقي أيضا. بدر الدين حمودي إلى أحمد أو إبراهيم حسن، إلى غصاب أحمد طارق، إلى غصاب جاسم، إلى أحمد أو إبراهيم حسن، عفوا غصاب إبراهيم حسن، إلى غصاب مرة ثانية. المرمى فاضي بالنسبة لفريق نادي الكرخ العراقي. تسديده، مسك 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 للكرة من تسديدة اللاعب إبراهيم حسن السوسي، وهدف هدف. ولكن الضرغام 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 ضرغام ضرغام الحراسة، ضرغام الحراسة الكويتية، ضرغام الحراسة الكويتية. هذا هدف السوسي، هذا هدف السوسي. نبي تصدي، نبي تصدي الظفيري، نبي تصدي الظفيري يا مخرجنا. عملية المسك من السبعة يا 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 عزيز، يا عزيز يا الظفيري، يا ضرغام يا ضرغام يا الظفيري. عزيز 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 الظفيري عزيز. الكرة مع الكارخ، تسديده ولكن تصدي من السالمية، حاصد الدفاعي من السالمية. الكرة مع السالمية، ترجع سبون، الكرة مع سبون إلى حيدر 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 دشتي، حيدر دشتي، وهدف هدف لي حيدر دشتي. السالمية يوسع الفارق، وفي أول وفي أول أربع دقائق المدرب المدرب المصري لفريق نادي الكرخ العراقي الكابتن الشريف المرسي يطلب وقت مستقطع، يطلب وقت مستقطع. شريف مرسي، شريف مرسي المدرب، هذا الكابتن شريف مرسي المدرب المصري لفريق نادي الكرخ العراقي. طبعا كابتن شريف مرسي من 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 الكباتن طبعا الكبار، يعني اهم خبرات تدريبيه بالنسبه لهذا المدرب. كان مدرب منتخب مصر الناشئين كاس العالم بالمجر 2013، مدرب منتخب مصر الاول لكره اليد الشاطئيه بكاس العالم البرازيل 2014 اللي نشاهده امامنا، مدرب منتخب مصر الاول بكاس العالم الشاطئيه 2016 في المجر، ومدرب فريق القرين الكويتي ثالث اسيا في قطر 2015. هذه بعض المعلومات، بعض المعلومات لمدرب الفريق سيد هذا المدرب اللي نشاهده امامنا الان شريف المرسي. بعض الخبرات التدريبيه الموجوده القليله، المعلومات طبعا اعيد واكرر كل الشكر لزميلي المعلق العراقي علي عنب باعطائي لهذه المعلومات، في معلومات صراحه كثيره ان شاء الله راح نذكرها لكم اذا ما تحصلنا على الفرصه المناسبه بشان الفريق العراقي، الاسماء الموجوده، الاسماء السابقه اللي مثلت المنتخب العراقي. ماجد غصاب او عفوا جاسم غصاب لاعب احترف قبل ذلك في الجزائر والامارات. بدر الدين ايضا حمودي الجناح الايمن اللاعب رقم 94 هذا اللي شاهده امامنا الان، اللاعب 94 ايضا، ورمية جزاء لصالح الكرخ العراقي، ورمية جزاء رمية جزاء رمية جزاء لصالح الكرخ العراقي. طبعا معلومة، طبعا الكابتن بدر الدين حمودي او المدرب كابتن حمودي ناصر تبارك الرحمن أولاده واحد يلعب في نادي الكرخ اللي راح يسدد الآن بدر الدين حمودي، وعندنا أيضا لاعب الآخر راح نذكر لك اسمه. وهدف هدف بدر الدين حمودي، بدر الدين حمودي أيضا لاعب الآخر سجاد لاعب نادي الحجد
العراقي ايضا لاعب في هذه البطوله ومشارك في هذه البطوله. ايضا في عندهم لاعب صغير في منتخب الناشئين ناصر، ربنا يحفظهم ربنا يحفظهم. عائله ناصر عائله طبعا من العوائل الرياضيه في جمهوريه العراق، فبالتالي يعني مثل هذه الامور والمعلومات اللي ذكرناها لكم ومن خلال الكابتن المعلق الزميل. هدف جميل وتسديده، ولكن تصدي جميل تصدي جميل تصدي جميل من احمد مكي، تصدي جميل من الحارس العراقي وحارس المنتخب العراقي احمد مكي. لاحظ التمريره من بولند الى انور بن عبد الله، ولكن هذه الاعاده هذه الاعاده. شكرا يا مخرجنا شكرا يا مخرجنا شكرا يا مخرجنا على هذه اللقطات وهذه الاعادات. طبعا عائله آل ناصر من جمهوريه العراق من نقول العوائل الرياضيه المعروفه والمشهوره في العراق. الكره مع الفريق الكرخ، بدر الدين وهدف بدر الدين. هذا بدر الدين يلعب بمركزين، يلعب بالباك وبالجناح. بدر الدين حيدر حيدر وهدف حيدر بهدف سريع والسنتر السريع. هدف سريع من حيدر دشي بالسنتر السريع لفريق السالمية ليسدد ويسجل الهدف ال 22 22 15. هذا اللي عاد هذا اللي عاد وتسديدة حيدر دشي، وهذا هدف بدر الدين حمودي. بسم الله ما شاء الله. طبعا بدر الدين حمودي من اللاعبين المتميزين، وذكرنا لكم قبل قليل بمشاركة هذا اللاعب بالدورين المحلي من خلال نادي اليرموك الرياضي، ومن خلاله يعني تمكن فريق نادي اليرموك من الصعود إلى الدوري الممتاز وجود هذا اللاعب المتميز والرائع بدر الدين حمودي. طبعا أيضا عنده علاقات كثيرة وكبيرة جدا في الوسط الرياضي، خصوصا بينه وبين لاعبين اليد في دورينا المحلي من جميع أنديتنا. الكرة مع الكرخ العراقي، جاسم غصاب بدر الدين حمودي، جاسم غصاب إلى أحمد طارق. يا سلام تمريرة إلى الدائرة، ولكن تقطع الكرة ترجع الكرة فاست بريك سريع، ولكن تقطع ورمية جزاء رمية جزاء لمس لمنطقة الستة أمتار، دخوله لداخل منطقة الستة أمتار، وقرار من حكم المباراة يقول له أنه خلاص رمية جزاء. بدر الدين حمودي طبعا يقول له ما دخلت، يقول له المدرب الحكم يقول له لا دخلت وطلعت دخلت وطلعت. هذه الإعادة هذه الإعادة هذه الإعادة. هنا لم يلمس، لمس لمس هني لمس، عملية لمس منطقة الستة أمتار أعطت المجال لفريق السلماوي بحصوله على الرمية الجزائية. سبون سبون وهدف سبون وهدف سبون وهدف. هذا المدرب اللي تحدثنا عليه قبل قليل الكابتن شريف المرسي. التعاون الجميل ما بينه وما بين معلقي جمهورية العراق وبالخليج من السعودية من البحرين من قطر من جميع الدول الخليجية، وزملائنا المعلقين طبعا نشارك بعضنا البعض في بعض المعلومات، وهذا شيء جميل يعطي مساحة كبيرة في 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 المعلومات للفرق التي تشارك في البطولات. فكل الشكر لكل من يمدنا في اي معلومه. الكره مع الفريق العراقي، يرجع مره ثانيه اللاعب ابراهيم حسن اللاعب المصري المحترف المصري ابراهيم حسن. جاسم غصاب احمد طارق ابراهيم حسن راح يسدد ويمرر الى غصاب وهدف جاسم، ويخاف وقت لمده دقيقتين على فينيسيوس على فينيسيوس فينيسيوس البرازيلي فينيسيوس البرازيلي. وهذا يعقوب مسوي مدرب نادي السالمية. هذا الإعادة هذا الإعادة تمريرة إبراهيم حسن لماجد غصاب بطريقة جميلة وتحرك ماجد غصاب من غير كرة، أعطى المجال لنفسه باستلام الكرة وعملية الدوران وفتح الدفاع السلماوي ليسدد ويسجل الهدف في 16 23 16. 23 السالمية الكويتي 16 الكرخ العراقي، واحنا في الدقيقة الثامنة عزيزي المشاهد. اول 8 دقائق تمريرة، ولكن لمس منطقة الستة امتار صحيح قرار صحيح قرار صحيح من حكم المباراة الكرواتي انتي ميكليوش. هذا انتي ميكليوش ميكليوش الكرواتي. لاحظ 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 لا شكرا شكرا يا مخرجنا شكرا يا مخرجنا شكرا لمصورينا شكرا لكل شخص يقوم بعملية النقل
بهذا التصوير الجميل الرائع اللي نحن كمعلقين مرتاحين مستمتعين فيه. أنور بن عبد الله يسدد وهدف. إيه سدد وهدف أنور بن عبد الله، هدف جميل لأنور بن عبد الله. يعني لابد في هذه المناسبة أن أشكر جزيل الشكر للطواقم المحلية الجميلة الوطنية الرائعة اللي نفتخر فيها، من مخرجين، من معدين، من مساعد مخرج، من فنيين، من مصورين، من كل شخص، حتى مهندسي الكهرباء، الكهرباء التوصيلات الكهربائية، أيضا السمعية بكل أصوات مهندسي الصوت. كل الشكر لهذه الكوادر الكويتية الجميلة الرائعة اللي قاعد تعمل ليل نهار في سبيل إراحة المشاهد وهدف لجاسم غصب، بإراحة المشاهد خلف الشاشة ورؤية المباراة بكل جمالية وبكل روعة. صراحة نحن نستمتع مع المخرجين الكويتيين، أخذ متعة من لقطات، من إعادات، ما في ما بداني أقول يا مخرجنا على طول يعطيني فاهمني، يعرف إن ماذا يريد المعلق في هذه المباراة. كل الشكر، تستاهلون المديح، تستاهلون الثناء والشكر، كوادر وطنية على العين والرأس. الكرة مع الفريق السلماوي، على العطية يسدد أو الحداد يسدد، ولكن تسديدة الحداد في القائم وتسديدة في المرمى، ولكن تصدي من عبد العزيز الضفيري، ترجع الكرة سبون، كرة مع سبون يمرر إلى السوسي، وهدف، هدف 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 لمحمد السوسي. اتسع الفارق، اتسع الفارق إلى 8 أهداف، اتسع الفارق إلى 8 أهداف. تحدث الكابتن نايف الرندي وقال أن الفارق راح ممكن أن يتسع إلى أكثر من 7 أهداف. لاحظ لمس لمنطقة الستة أمتار، ما راح تروح بعيد. مخرجينا ما راح يخلونكم تحاتون، يقول لقطة فيها شيء، فيها شك، لا لا لا، المخرج يعطيك إياها، حتى النملة اللي تمشي على الأرض راح يصور لك إياها، ما في مشكلة. غصاب إلى مصطفى وهدف الغول، مصطفى الغول وهدف، مصطفى الغول وهدف. سنتر السريع للسالمية، سبون، سبون تسديده، ولكن في القائم هذه المرة. ترجع الكرة، هجمة سريعة للكرخ العراقي، فريق الكرخ العراقي، أو جاسم غصاب، جاسم إلى بدر الدين حمودي، جاسم غصاب مرة ثانية إلى اللاعب رقم 63 مجتبى باسم، جاسم غصاب، أحمد طارق إلى جاسم غصاب مرة ثانية، هذا جاسم غصاب إلى بدر الدين حمودي، اختراق وهدف بكل قوة، بكل قوة، بكل قوة لهذا اللاعب المتميز بدر الدين حمودي، لاعب، لاعب متميز، لاعب يتمناه أي فريق. بدر الدين حمودي لاعب الكرخ العراقي، أي فريق يتمنى لاعب بهذه الإمكانيات ويلعب لك في مركزين، يلعب في الباك ويلعب بأيضا الجناح. فبالتالي مثل العملة النادرة صراحة، خصوصا هو يسدد في اليد اليسرى، وهي عملة نادرة بلعبة كرة اليد، المسدد الذي يستعمل اليد اليسرى، لاعب متميز هذا مثل بدر الدين حمودي. نستمتع صراحة بوجوده داخل أرضية الملعب. بعض الجماهير، بعض الجماهير ولاعبي نادي السالمية، بندر شمري نتمنى لك السلامة يا بندر يا شمري، لاعب نادي السالمية والذي أصيب من خلال المعسكر الخاص منتخبنا الوطني قبل التصفيات الأخيرة بالرباط الصليبي، وحديثة يعني تحدثت معاه قبل اليوم بمدى إصابته وهل سيشارك في هذا الموسم، فأجاب قال إن هذا الموسم صعب إني أشارك يا كابتن، فنتمنى له السلامة وعودة حميدة، ولا تستعي يا بندر يا شمبري على عودتك للملعب إذا ما تكون يعني ما تكون إصابتك 100% وسليم وما فيك ولا شيء، وتلعب وتمارس لعبتك المحببة المفضلة لديه بكل قوة بكل أريحية. السلامة لجميع لاعبينا، أتمنى السلامة لجميع لاعبينا المصابين، اللهم شافي كل مريض. الكرة مع فريق الكرخ العراقي، شكرا يا مخرجنا، والله شكرا يا مخرجنا انك يعني تنقل الكاميرا من مكان لمكان حتى المشاهد يعني يكون ملم بما يحدث داخل أرضية الملعب، شكرا يا مخرجنا. الكرة مع جاسم غصاب إلى الدائرة، تسديدة وهدف، هدف، هدف لمجتبى باسم، هدف لمجتبى باسم. الرتم المباراة نوعا ما في الشوط الثاني نقول
هدى شوية، اهدى من الشوط الاول نظرا للفارق الكبير اللي حصل في الشوط الاول بفارق 5 اهداف تسع الى 8 اهداف، الان رجع الفارق الى 5 اهداف. فمثل هذه الامور تعطي نوع من اللاعبين شوية يريحون، ياخذون نفسهم شوية على امل اذا صار نوع من ايضا التنافس واقتراب النتيجة ممكن المنافسة ترجع مرة ثانية. وبولند وبولند علي يا علي يا بولند يا بولند، هدف هدف للاعب تمريره، ولكن هل هناك ما هو القرار؟ ما هو القرار؟ وقت ايقاف الوقت، ايقاف للوقت، ما هو القرار الذي سيتخذ؟ الفي بي اس هذا الإعادة هذا غصاب جاسم غصاب تسديده من جاسم غصاب، ما اعتقد ان فيها شيء. هل هناك قرار سيتخذ من قبل حكام المباراة انتي ميكليوش وبيتر بريدوني؟ انتظار قرار حكم المباراة، حكام من كرواتيا، ما هو القرار الذي سيتخذ؟ بحق جاسم غصاب؟ على ما اعتقد ان عبد العزيز الظفيري كان عنده، على ما اعتقد اعتراض ان الكرة كانت متجهة الى وجه الحارس، هذا الإعادة. هل هناك دفع من فينيسيوس؟ فيها لمسة، لكن هل اللمسة أثرت على حركة اللاعب جاسم غصاب؟ ما هو القرار الذي سيتخذ؟ دقيقتين على جاسم غصاب. يقولنا الحكم في تعمد ممكن بمحيط الوجه لدى الحارس، هذا جاسم غصاب من اللاعبين المتميزين كما ذكرناكم قبل قليل، من اللاعبين اللي احترفوا في 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 الجزائر والإمارات، لاعب يتمتع بإمكانيات جميلة، إمكانيات رائعة صراحة. هذا علي بولند، علاء بولند من الإداري واللاعب السابق نادي السالمية، الكابتن علاء بولند، مسي عليك كابتن علاء. الكرة مع السالمية، أنور بن عبد الله إلى علي بولند، ولكن هذه المرة لم تكتمل اللعبة الهوائية، ترجع الكرة هجمة سريعة للفريق العراقي، الكرة مع الفريق العراقي، يهدي اللعب، ترجع الكرة مرة ثانية، وصافرة وخطأ. الجميل في فريق نادي السالمية، وفي الأخص أحب أن أذكر يعني شغلة جميلة عملها اليوم الكابتن يعقوب المسوي، أنه لعب في بعض اللاعبين نقول الصف الثاني ولاعبي الاحتياط، حتى يعطي المجال للاعبين في ممارسة اللعبة، ويكون إحساس اللاعب داخل أرضية الملعب لما هو قادم في المراحل القادمة. السالمية إذا ما فاز بهذه المباراة سيحتل المركز الثاني. الكرة معه، صافرة. هل هناك قرار سيتخذ بحق اللاعب أنور بن عبد الله؟ سلامات. سلامات لاعب العراقي، لاعب الكرخ العراقي، هل سيذهب للفي بي اس او مجرد ايقاف مؤقت لمده دقيقتين؟ هذا الإعادة فيها على اللاعب. هل هناك اللاعب رقم 11 احمد طارق؟ سلامات يا كابتن احمد، سلامات للكابتن احمد انور احمد طارق. والايقاف المؤقت لمده دقيقتين، الإيقاف المؤقت لمدة دقيقتين على اللاعب أنور بن عبد الله. عملية الاحتكاك ما بين أنور بن عبد الله وأحمد طارق، هذا يعقوب المسوي مدرب فريق نادي السالمية. طبعا السالمية إذا ما فاز في هذه المباراة سوف يحتل المركز الثاني، وسوف يلاقي الفريق المركز الثالث في المجموعة الأخرى. من سيكون في المركز الثالث في المجموعة الأخرى؟
راح نقول لكم ان شاء الله، راح نذكر لكم الفرق. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا بدر يا حمودي، يا بدر يا حمودي، يا بدر يا حمودي، يا بدر يا حمودي، تمريره تمريره، يا يا سلام يا سلام يا حمودي، ايش قد تخبل 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 يا حمودي على هذه على هذه التمريره. هدف جميل وتمريره جميله، تمريره جميله من 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 بدر الدين حمودي، مثلما عملها جاسم غصاب في الشوط الاول. الان بدر الحمودي ضار غار من جاسم غصاب، جاي يقول لا مو بس جاسم، انا بعد اسويه، سواه وعمله وسجل عن طريق اللاعب الدائره مصطفى الغول، وتسديده من السوسيو حيدر دشي، ولكن خارج المرمى خارج المرمى. بدر الدين حمودي بدر الدين حمودي بدر الدين حمودي، نداء الى انديتنا المحليه اللي لم يسعفه بالتعاقد مع اللاعب المحترف. ممكن ما اعرف شنو القوانين بين الاتحاد العراقي والاتحاد الكويتي. تسديده وهدف، هدف هدف للفريق العراقي عن طريق اللاعب سهند اشرف، الجناح الايسر او الايمن لفريق نادي الكرخ العراقي. هذا الاعاده هذا الاعاده هذا سهند سهند اشرف، لاعب طبعا كردي يشارك مع الفريق العراقي من شمال العراق، اللاعب رقم 91 سهند اشرف يشارك مع الكرخ العراقي. الكره مع حيدر دشي، هناك صافره ووقت مستقطع يطلبه الكابتن يعقوب الموسوي في الدقيقة 17:10، والنتيجة 26-22. الكرخ العراقي، اتوقع 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 الكابتن يعقوب مسوي شاف ان السالمية قاعد يقل مستواه، رتم الفريق نزل، الفريق العراقي بدأ يقترب النتيجة بعد ما كان الفارق 8 أهداف، اصبح الفارق الان 4 أهداف، بالتالي قال لا اوصل للمرحلة، اوصل لفارق 3، ممكن ان الفريق العراقي يرجع للمباراة، اخذ وقت مستقطع من الحين، اتكلم واتحدث مع لاعبيني اعطيهم التعليمات والارشادات اللي لازم توقف الفريق العراقي ولا تخليه يقرب معاي للنتيجة، فاخذ وقت مستقطع بهذا الوقت. انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه الكابتن يعقوب موسوي. الكرة مع فريق كرة مع الفريق السلماوي، سالمية الكويتي، كرة مع السالمية الكويتي، يحاول الكرة مع السوسي محمد السوسي إلى سبون سبون، وهدف هدف هدف، ماي شوت ماي شوت ماي شوت ماي شوت ماي شوت، تسديده رائعه، ماي شوت بالالماني، تسديده رائعه بالعربي، ماي شوت بالالماني لسبون الالماني، ماي شوت ماي شوت يا الماني، ماي شوت يا سبون، تسديده رائعه لهذا اللاعب، وايضا هدف ايضا هدف لبدر الدين حمودي، ايضا بدر الدين حمودي وهدف هدف لبدر الدين حمودي. الكرة معه تسديده هذه المرة، ولكن هذه المرة لاحظ التصديات 7 من 34 و11 من 34، سالمية 11 وفريق الكرخ العراقي 7 تصديات من 34، تسديده تسديده هو ايضا ماي شوت ماي شوت يا سبون يا سبون يا سبون يا سبون يا سبون، جينيت فانتاستيس جينيت فانتاستيس يا سبون، جينيت فانتاستيس، كم انت رائع كم انت رائع يا سبون، جينيت فانتاستيس، قمنا نتكلم الماني علشانك، علشان خاطرك نتكلم الماني يا سبون، نتكلم نتكلم الماني نتكلم الماني وجميع لغات العالم. نعم نعم، اللاعبين المتميزين المحترفين المتميزين لابد ان نعطيهم حقهم بأدائهم داخل أرضية الملعب، وتستاهل يا سبون تستاهل يا سبون. خوت خوت وهدف هدف هدف للكرخ العراقي،
هذا سليمان الخمسان الحارس الاحتياطي لفريق نادي السالمية مكان عبد العزيز الظفيري. الآن أنور بن عبد الله وهدف بعد ما اطمأن يعقوب الموسوي مدرب نادي السالمية للنتيجة. الآن تم تغيير عبد العزيز الظفيري برقاب الحراسة الكويتية ونزول سليمان الخمسان. كرة مع بدر الدين حمودي وتسديدة بدر الدين حمودي هذه المرة خارج المرمى وفاس بريك سريع علي البلوشي تنقطع الكرة من أحمد طارق ترجع الكرة مرة ثانية الفريق العراقي. الكرة مع الفريق العراقي يحاول يا سلام يا سلام وهدف مع محمد علي مهدي. هذا محمد علي مهدي وهدف ليه محمد علي مهدي. هذا الإعادة وتسديدة بدر الدين حمودي وهذا هدف أنور بن عبد الله. هذا هدف محمد أو مهدي اللاعب محمد علي مهدي. الكرة معه كرة مع السالمية السوسي أنور بن عبد الله صافرة وخطأ ورمية 9 متر لصالح فريق السالمية. آخر 9 دقائق ونص على انتهاء الشوط الثاني. عزيزي المشاهد السوسي وهدف هدف ليه محمد السوسي التونسي المحترف التونسي يسدد ويخترق ويسجل الهدف 30-25 30 سالمية الكويتي 25 الفريق العراقي الكرخ العراقي. الكرة معه الكرخ العراقي جاسم غصاب بدر الدين حمودي إلى أحمد طارق إلى جاسم غصاب إلى الجناح سهند مرة ثانية إلى جاسم غصاب. كرة مع جاسم غصاب راح يسلمها للدائرة على ما أعتقد يا ولكن لمس لمنطقة الستة أمتار ولكن التمريرة الجميلة من جاسم غصاب تمريرة ماكرة داي. هذا اللاعب جاسم يا سلام يا جاسم يا غصاب يا متعة كرة اليد يا صانع يا مسبون وهدف ولكن لمس لمنطقة الستة أمتار من قبل اللاعب مصطفى الغول ألغى الهدف أو ألغى الهجمة الأخيرة للفريق العراقي. تسديده يا جاسم يا جاسم يا غصاب على هذا الهدف. أهداف جميلة تسجل تسديدة وتصدي ترجع مرة ثانية لبلوشي علي البلوشي إلى أنور بن عبد الله يلقف الكرة أنور بن عبد الله. الكرة مع السالمية حيدر الآن باك أيسر بعد ما كان جناح أيسر الآن باك أيسر وجود علي بولند في الجناح. الآن صانع العاب حيدر دشتي بسم الله تبارك الرحمن الله يحفظك يا حيدر يا دشتي. حيدر أنور بن عبد الله أعادها مرارا وتكرارا صاروخ تونسي جاسم رمي الجزاء صاروخ من أنور بن عبد الله صاروخ هذا جاسم غصاب والإعاقة والرمية الجزائية لصالح يا أنور يا بن عبد الله وبدر الدين حمودي والخمسان وهدف لبدر الدين حمودي على يسار الحارس سليمان الخمسان. ولكن جاسم غصاب صراحة ممتع وهذا بدر الدين حمودي أيضا من اللاعبين الممتعين واللي قاعد نستمتع فيهم داخل أرضية الملعب. جاسم غصاب تنقطع الكرة هجمة سريعة سهند ولكن سليمان الخمسان يتصدى لهذه التسديدة. ترجع الكرة علي بولند إلى حيدر إلى فينيسيوس وهدف
هدف لفينيسيوس، هدف للبرازيلي. لا لا راح نضبط لك كم كلمة. لا لا فينيسيوس البرازيلي، فينيسيوس البرازيلي راح نجهزه كم كلمة برازيلية في المباريات القادمة إن شاء الله، إذا ما الله أراد إن شاء الله. وأعطونا وتم تكليفنا بالتعليق على مباراة السالمية، لازم ناخذ لنا كم كلمة برازيلية لفينيسيوس. فينيسيوس، فينيسيوس البرازيلي، فينيسيوس البرازيلي لاعب الدائرة. الكرة مع فريق الكرخ العراقي. سلامات لبدر الدين حمودي. طبعا علي بولند، علي بولند، واعتذاره لبدر الدين حمودي، يقوله والله ما كنت قاصد. سلامات، سلامات، ابعث لك سلامات يا بدر الدين حمودي من علي بولند. واعتذار جميل، اعتذار جميل. نعم هناك يعني نقول تنافس شريف داخل أرضية الملعب، ولكن خارج الملعب علاقات جميلة ورائعة وأخوية ما بين لاعبي جميع الفرق المشاركة في هذه البطولة. أرض الصداقة والسلام، أرض الكويت، الله يحفظ الكويت وحكامها وشعبها واللي عايش عليها، والله يبعد عنا وعنهم كل شر وسوء بلاء يا رب. صافرة وخطأ ورمية التسع أمتار. وسلامات بدر الدين حمودي، سلامات لبدر الدين حمودي. ونقاش ما بين الحكام الكروات. هذه الإعاقة من حيدر دشتي للاعب، والإيقاف المؤقت لمدة دقيقتين على ما أعتقد. هناك إيقاف مؤقت لمدة دقيقتين على من؟ على من؟ على ما أعتقد علي البلوشي. أعتقد إيقاف مؤقت لمدة دقيقتين على ما أعتقد على علي البلوشي. هذا علي البلوشي الجناح الأيمن لفريق نادي السالمية، والإيقاف المؤقت لمدة دقيقتين آخر. هذا علي البلوشي آخر خمس دقائق، الخمس دقائق الأخيرة على انتهاء الشوط الثاني من المباراة. أعزائي المشاهدين، وتفوق السالمية على سالمية الكويتي على الكرخ العراقي بنتيجة 33-27. هذا الحارس أحمد مكي، حارس نادي الكرخ العراقي والمنتخب العراقي أيضا. هذه بعض اللقطات، بعض اللقطات، ولاحظ عملية الإعاقة. وأيضا حيدر دشتي على ما أعتقد، أيضا حيدر دشتي وإيقاف مؤقت لمدة دقيقتين على حيدر دشتي أيضا على ما أعتقد. السالمية الآن لاعبين اثنين خارج أرضية الملعب، نتأكد من ذلك، راح نتأكد من ذلك من خلال وجودهم داخل أرضية الملعب. فقط حيدر دشتي هو من عوقب بالإيقاف المؤقت لمدة دقيقتين. إيقاف مؤقت لمدة دقيقتين على حيدر دشتي، إيقاف مؤقت لمدة دقيقتين على حيدر دشتي. نزول اللاعب محمد البحر مكان اللاعب علي البلوشي. تمريرة صافرة وخطأ، صافرة وخطأ. الكرة مع جاسم غصاب، ووقت مستقطع يطلبه الكابتن شريف المرسي. سلامات لبدر الدين حمودي، سلامات لبدر الدين حمودي. وأيضا لاحظ اللقطة الجميلة الرائعة، اللقطة الجميلة الرائعة ما بين حيدر دشتي وبدر الدين حمودي. إن شاء الله يقوم بالسلامة. إن شاء الله يعني إصابة بسيطة لبدر الدين حمودي. نبي نستمتع بالقيمة الفنية لمثل هؤلاء اللاعبين. هذا اللاعب ماجد عبد الرضا أيضا إصابة ونقله من خلال سيارة الإسعاف والكادر الطبي، وشكرا لوزارة الصحة على توفير الكادر الطبي والطاقم الطوارئ الطبية. كل الشكر لوزارة الصحة. انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه الكابتن. شريف المرسي ترجع الكرة للكرخ العراقي. ماجد غصاب تمريرة ولكن تقطع من سبون
ترجع الكرة مرة ثانية، كرة مع الفريق العراقي الكرخ العراقي، تمريرة إلى الغول مع مصطفى وهدف، هدف لمصطفى الغول، هدف للاعب الدائرة مصطفى الغول مصطفى محمد، ولكن في جمهورية العراق أو جماهير الفريق العراقي وفريق الكرخ العراقي دائما ما يطلق على هذا اللاعب مصطفى الغول نظرا لي بسم الله تبارك الله ما شاء الله البنية الجسمانية لهذا اللاعب. الكرة مع الفريق العراقي رجل لرجل الآن، رجل لرجل، سبون إلى السوسي إلى البحر وهدف محمد البحر، وهدف هدف هدف ليه محمد البحر، هدف ليه محمد البحر، هدف للسالمية، الهدف الأربع وثلاثين تسديدة، وأيضا هدف للفريق العراقي، أيضا هدف للفريق العراقي عن طريق اللاعب محمد علي مهدي، محمد علي مهدي حمودي بدر الدين حمودي، أتمنى لك سلامة يا كابتن بدر، ما نبيك تطول الغيبة، ما نبي الغيبة الطول يا بدر الدين حمودي حتى نشاهدك داخل أرضية الملعب في المباريات القادمة. بولند وهدف علي 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 يا ولد علاء بولند علي علي ربنا يحفظك يا علي، هدف جميل، الجناح الأيسر الجناح الأيسر لفريق نادي السالمية علي بولند يسدد ويسجل الهدف الخمسة وثلاثين. تنقطع الكرة حيدر السوسي أنور بن عبد الله وهدف ونزول نزول نزول الهدف ألقي الهدف ألقي الهدف نزول اللاعب داخل منطقة الستة أمتار ومن ثم سدد. راح نشوف الإعادة، هذه الإعادة هذه الإعادة هذه الإعادة هذه الإعادة، نزل 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 نزل، قرار قرار صحيح قرار صحيح، وهذا هدف هذا هدف علي بولند. يا سلام يا أبو علوة، يا سلام عليك يا أبو حسين، علي بولند الجناح الأيسر، يا سلام يا سلام يا علي. وهناك صافرة ورمية جزاء لصالح الكرخ العراقي بعد هذه المباراة، أيضا ستكون هناك مباراة 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 مهمة 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 راح نقول لكم ما بين من ومن بعد هذه الرمية الجزائية اللي راح يسددها، وتسديده وتصدي من سلمان الخمسان، تسديده من اللاعب العراقي علي عبد الكريم، ولكن سليمان الخمسان يتصدى، ترجع الكرة لأنور بن عبد الله يعوضها هذه المرة بهدف، هذه المرة أنور بن عبد الله هذه المرة أنور بن عبد الله قط اللي بجبده كله بهذه الهجمة، قط بجبده، لاحظ التسديد، يا سلام يا سلام يا أنور يا بن عبد الله، يا سلام يا أنور يا بن عبد الله، ويا سلام يا عليك يا سليمان، يا سلام يا سليمان الخمسان، سليمان الخمسان الحارس السلماوي، وتصدي لتسديدتين متتاليتين، جاسم غصاب إلى اللاعب رقم سبعة، وأيضا صافرة وخطأ علي عبد الكريم. بعد هذه المباراة إن شاء الله سوف تكون هناك مباراة ما بين مليحة الإماراتي والقادسية الكويتي، القادسية الكويتي، تسديدة من جاسم غصاب بطريقة جميلة ولكن الكرة لم تكتمل، وتسديدة جاسم غصاب خارج المرمى. بعد هذه المباراة بعد هذه المباراة جمهور القادسية على أعصابهم مراضين، هجمة سريعة هجمة سريعة، حيدر حيدر وهدف، حيدر ديسي حيدر ديسي وهدف، والجماهير القدساوية الجماهير القدساوية مهي راضي على مستوى فريق نادي القادسية في هذه البطولة، الجماهير القدساوية وأيضا زعلها ولها حق طبعا، دائما نحن نتابع ونساند فرقنا المحلية الوطنية في هذه البطولة القادسية السالمية الكويت، نبي ثلاث مراكز الأول ثاني ثالث لفرقنا المحلية، وهدف لحيدر هدف لحيدر 37-38 29 بآخر خمس ثواني آخر خمس ثواني عزيزي المشاهد، خلاص الخمس ثواني الأخيرة، وبهذه الصافرة أعزائي المشاهدين أطلقت الصافرة بانتهاء مباراة السالمية الكويتي والكرخ العراقي بفوز فريق نادي السالمية الكويتي على الكرخ العراقي بنتيجة 38-29 كما توقع الكابتن نايف الرندي بالاستديو التحليلي باتساع الفارق أكثر من 5 أهداف، الآن نشاهد فارق 9 أهداف، مبروك نادي السالمية
هارد لك لفريق الكرخ العراقي. السالمية الآن رسميا في المركز الثاني بانتظار الفريق الذي سيتحصل على المركز الثالث في المجموعة الأخرى، واللي راح تكون ما بين البنك الأهلي، القادسية الكويتي أو الحشد العراقي. الآن اختيار أفضل لاعب في هذه المباراة من لمن ستكون جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة؟ انتظار أنور بن عبد الله أو سبون. سبون الألماني، سبون الألماني، الدوتش، الدوتش لاند الألماني من ويستلم الجائزة من رئيس الاتحاد الكويتي لكرة اليد المهندس فؤاد البلوشي بجائزة أفضل لاعب في المباراة، سبون الألماني. أعزائي المشاهدين، كان معكم محمد الشكري، آمل أن تكونوا قد استمتعتم في وصفة لهذه المباراة، على أمل أن نلتقي بكم في قادم مواعيد والمباريات. إلى الاستديو التحليلي وزميلي عبد الله حسين وضيوف الكرام، الكابتن نايف الرندي المتنبئ بالنتيجة والكابتن إسماعيل عبد القدوس. لك المايك يا كابتن عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للزميل محمد شكري. إذن قلت لك السالمية تغلب على الكرخ العراقي، السالمية 38 الكرخ العراقي 29. فالفوز السالمية رفع رصيده إلى 6 نقاط واحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى لحد الآن، متساوي مع الكويت ب6 نقاط. الكويت عنده مباراة قادمة مع الأهلي القطري اليوم، وبعدها راح نعرف من سيكون أصحاب المراكز الأربعة الأولى. إذن حصل على جائزة أفضل لاعب طبعا فالنتين سبون، اللاعب المحترف الألماني في صفوف نادي السالمية. سجل اليوم تقريبا 9 أهداف هذا اللاعب، قدم مباراة كبيرة ويستحق جائزة أفضل لاعب. سلامات بدر الدين حمودي اللي أصيب، كان نجم نادي الكرخ اليوم بتسجيل 10 أهداف، أصيب في الأنكل. نقول سلامات يا بدر وما تشوف شر إن شاء الله، وان شاء الله تكون بسيطه. كابتن نايف، الشوط الثاني اول تقريبا 3 دقائق مدرب الكرخ الكابتن شريف طلب وقت مستقطع، وصلت النتيجه 21-13 تقريبا. هني السالمي خلال 3 دقائق فتح الفارق الى 9 اهداف. قلت لك انا عبد الله بتحليل بين الشوطين ان السالمي اذا استمر على هذا الاداء راح تسع الفارق الى اكثر من 9 الى 10. ومما اضطر مثل ما تفضلت مدرب الكرخ التايم اوت في الدقيقة 53 ثانية انه ياخذ تايم اوت لعدل اوضاع الفريق. لكن ايش اللي حصل عبد الله؟ انه بدا السالمية بالتراخي في او هبط اداء السالمية بعض الوقت، اللي خلى الفريق العراقي انه يستمر في التصويب يتصل نتيجة لفرق 4 اهداف، وهذا كان مؤشر خطر. لكن المدرب الوطني يعقوب سوي عاد اشراك بعض اللاعبين المحترفين في التشكيلة الأساسية بعد أن راحوهم بعض الوقت، فرد الفارق إلى 9 أهداف. لكن أنا لاحظت شيء عبد الله ويمكن لاحظته، أن لما مدرب الكرخ العراقي لعب بدر الدين باك سجل 8 أهداف تقريبا، 8 أهداف يعني بإضافة لبلنتي واحد أو بلنتين، لكن كلهم تصويبات خارجية. إيه مكانه كان إبراهيم حسن لاعب المصري، إيه بس لما لعب بدر بالفعل صراحة يعني قدم مستوى ممتاز. نعم نعم، ويمكن نسبة التسجيل وصلت لي 10 أهداف. الكرخ العراقي يمكن لاحظته أن أغلب أهدافه كانت عن طريق الدائرة، كانوا أغلب لاعبين توصل كرة للدائرة سجل من تقريبا 7 أهداف إلى 8 أهداف، بما أن دفاع السالمية كان متقدم مقابلة السنتر أو مقابلة بدر الدين حمودي، فكان تصل كرة الدائرة بكل أريحية، كان يسجل الدائرة بكل سهولة، هذا خلى الفارق يوصل لأربع أهداف. في الدقيقة 16 تقريباً كابتن إسماعيل وصل الفارق إلى 4 أهداف، طلب على طول الكابتن يعقوب المسوي وقت مستقطع بعد
تقريبا في الدقيقة 16 وصل فارق الأربعة 26-22. يعني أنا بوجهة نظر التسرع اللاعب بدل اللاعبين تسرع باللاعبين الاحتياط. يعني أنا دائما نقول بدأت تسرع بدايتك بدأت جد تلعب لاعبين آخر 10 دقائق آخر 5 دقائق من المباراة، بس بنص المباراة مع فريق الكرخ، فريق الكرخ هم مو فريق سهل، يعني كنا رد بالمباراة على طول لفرق 4 أهداف، فرد مرة ثانية رد نزل الفريق الأساسي ورد بالنتيجة، يعني ما شاء الله سكر نفس طريقة الدفاع وطريقة اللعب وسرعة والفاست بريك السريع، فقدر يأخذ المباراة بسهولة. يعني خاصة نشوف آخر 10 دقائق عبد الله خلاص استسلم الفريق الكرخ وقدر يسجل على راحته. أوكي الفارق توقعت هذا الفارق يا كابتن الفارق الكبير؟ نعم فارقتك وصلت 9. اوكي كابتن اسماعيل. لا والله ما توقعت انه يكون الفارق كبير كذي يعني، بس انا اقول النسبه التسجيل عاليه السالميه 36 هدف 38 نسبه جدا عاليه. يعني انا ما توقعت والله فريق الكرخ يعني من الفريق يعني مو فريق سهل، بس افتكر يعني اصابه حمودي هو اثر عليهم اخر نقول بدايه اخر بدايه اخر الجيم، بس هم بعد نقول نسبه كبيره من الاهداف. وفريق السالميه صراحه استقل فاست بريك، استغل يعني التصويب كان مركز 100% بالتصويب، فقدر ياخذ المباراه. وهذا اللي احنا اللي نبيه اساسا، يعني ما بيستهتر باي فريق لاخر فرصه عندي اقدر احط 30 40 50 احط لاخر شيء. فبالعكس قلت لك السالمي المباراه. اوكي يعني لحد الان اللاعب فالنتاين قاعد يعني ياخذ وضعه بمباراه عن مباراه، واعتقد اليوم نسبه تسجيل عاليه، لاعب يملك قوة تصويب خارجي من خارج 9. أنور بن عبد الله أيضا يعني لاعب غني عن التعريف معروف، قادر يتفاهم معه بشكل كبير، فالخط الخلفي مشكل قوة بالنسبة لفريق السالمية. عبد الله خط خلفي شفناه، يعني الثلاث المحترفين الموجودين بالخط الخلفي فلانتين أو سوسي أو أنور. فلانتين مو بس اعتمد على التصويب، لو لاحظ عبد الله كان يعتمد على الجام، يضم اللاعبين مقابلونه يلعب باص حق انور، اخترق انور عبد الله ويلعب الجناح، فكان يسجلوه بكل اريحيه الانور ولا علي البلوشي، فما كان عنده بس تصويب، كان عنده الاسيست قوي سواء للدائره او للباك العكسي. فاعتقد ان الخط الخلفي قوي، يحتاج الى مقابله بالدفاع، يحتاج في المباريات القادمه انه يكون هناك تجارب تفاهم اكثر بعد اي فريق يقابل السالميه، لابد انه يركز على الخط الخلفي اي طريقه دفاع سواء 5-1 او 3-3 دفاع متقدم. عبد الله يعني الدفاع خاصة نقول فالنتين هذا من اللاعبين المميزين. شو اسمه؟ فالنتين على كثر ما تفرنست على الطيارة. فكان اللاعب يعني تحس انه لاعب اوروبي، يعني يقدر ياخذ الجنب يصوب تصويب من برا التسعة، مركز على الدائرة، مركز على الباك الثاني، مركز على السنتر، فكان لاعب فعلا لاعب مميز. يعني اول لعبة ما شفناه مثل الطريقة هذه، اليوم جاي محضر صح جنب من برا التسعة يسجل أهداف، تمرير على الدائرة، تمرير بكل مكان قاعد يسجل. فهذا اللاعب اللي مفروض يكون عندنا اللاعبين المميزين كذي يعني. أوكي عموماً راح ننهي الحديث عن مباراة السالمية والكرخ العراقي اللي انتهت بفوز السالمية 38-29. بذلك السالمية لحد الآن في المركز الثاني في المجموعة الأولى طبعاً اللي تضم الكويت الكويتي والأهلي القطري والقطن اليمني. لحد الآن ملامح الأربعة الكويت أعتقد لحد الآن هو 6 نقاط، السالمية 6 نقاط، الأهلي القطري ب3 والكرخ العراقي 3. راح نشوف بعد مباراة الكويت الكويتي والأهلي القطري ترتيب الفرق، لكن السالمية خلاص ثاني أعتقد، راح يلعب يا مع القادسية أو مع الحشد العراقي، تبين بعد المباراتين الجايين.